بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو التحليلي مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. بالتأكيد مباراة النهاردة طبعا مهمة وصعبة جدا على الفرقتين، لأنها مباراة بين كبيرين في القارة الأفريقية. الأهلي صاحب الرقم القياسي في البطولة واللي توج بيها 8 مرات، والوداد بطل المغرب زي ما احنا عارفين توج بيها مرتين. الأهلي زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين من خلال قناتكم قناة النادي الأهلي إن الفريق سافر بدري المغرب استعدادا لمباراة النهاردة إن شاء الله. الكابتن محمود الخطيب بنفسه هو رئيس النادي طبعا يترأس البعثة وبيحفز ويدعم اللاعبين والجهاز الفني باستمرار بالرغم من الضغوط الكبيرة جدا اللي عليه، وخاض الفريق طبعا تدريبات قوية خلال الأيام الماضية في المغرب استعدادا لهذه المباراة، بالإضافة إلى المحاضرات بالفيديو من مستر موسيماني المدير الفني للفريق. عمل محاضرات كثيرة جدا بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف فريق الوداد بالرغم من المرحلة القصيرة جدا اللي مسك فيها مستر موسيماني. وأيضا مستر موسيماني شرح دور كل لعيب في المباراة وكيفية إيقاف عناصر الخطورة في فريق الوداد وكيفية استغلال نقاط الضعف اللي هو شايفها مستر موسيماني اللي تحقق مصلحة الأهلي في المباراة دي لتحقيق نتيجة إيجابية. وبصراحة معظم اللي كانوا في البعثة كانوا ملتزمين جدا في المغرب بكافة الإجراءات الاحترازية، خصوصا ان احنا عارفين ان المغرب في الفترة دي في كورونا وانتشار فيروس كورونا جامد جدا في المغرب، والبعثة كلها بالتأكيد كانت مصممة على حتة الإجراءات الاحترازية. أكيد كل فرد في النادي وفي البعثة قدم ما عليه، يبقى حاجة واحدة بس التوفيق، والتوفيق من عند الله. عدم التوفيق داخل الملعب في 90 دقيقة، بنعتبر أن 90 دقيقة اللي هتتلعب النهاردة في المغرب ده شوط الأول النهاردة بإذن الله في طريق بلوغ نهائي البطولة، وإن شاء الله يكون من نصيب النادي الأهلي، خاصة أن مباراة الإياب زي ما حضراتكم عرفتوا هتتلعب عندنا في استاد القاهرة المرعب للمنافسين حتى ولو بدون جمهور. وكم من بطولات حصدها النادي الأهلي في ذلك الملعب، وإن شاء الله نرفع بإذن الله كأس الأميرة السمراء في استاد القاهرة. بالتأكيد كل جمهور الأهلي في كل مكان بيتابع هذه المباراة، وكلنا بنتمنى ان ان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه في مصلحه النادي الاهلي في الشوط الاول اللي هو ماتش النهارده ان شاء الله. هناك شوط تاني عندنا في القاهره يوم الجمعه القادمه باذن الله، وانا اعتقد من وجهه نظري ان الحسم هيكون في القاهره، ولكن النادي الاهلي النهارده ان شاء الله يطلع بنتيجه ايجابيه. الرهان النهارده على ايه؟ على روح الفانيلا الحمراء اللي احنا شفناها اخر ماتشين، عزيمه الرجال من أجل تشريف الكيان وإسعاد جمهور الأهلي العظيم. زي ما عودتكم قناة الأهلي دايما موجودة خلف الفريق في كل مكان، هنروح لمراسلنا كريم أحمد من مقر إقامة الأهلي في المغرب نعرف منه آخر الأخبار قبل تحرك الفريق لملعب المباراة. طبعا لما يبقى كريم جاهز هنروح له، ولكن إحنا شايفين الأجواء النهاردة شايفينها كويسة، وشايفينها احنا بقالنا يومين متابعين او 3 أيام متابعين شايفينها انها مهيئه امام اللاعبين لتحقيق المزيد من الانتصارات وتحقيق نتيجه ايجابيه كخطوه اولى في طريق صعود المارد الاحمر للنهائي ان شاء الله. ويمكن ده احنا حسيناه اخر 3 ماتشات لما جه مستر موسيماني. هقول لك طبعا هتقول لي طبعا مستر موسيماني هو لحق مش لحق. لا، هو الراجل اتفرج وشاف وسمع، وتقريبا هو أدار من بداية الفترة بتاعته، يعني أول مباراة هو حضرها أعتقد أنه هو أدار بنسبة 90% أدار المباراة، بعد كده بقى هو اللي بيدين المباريات وبيتفرج كتير. هو يمكن يتفرج على 10 مباريات في يومين أو 3 أيام، فعارف كل صغيرة وكبيرة عن النادي الأهلي. مستر موسيماني ايضا عنده خبره افريقيه، عنده خبره في التعامل مع الماتشات الافريقيه، لان زي ما احنا عارفين ان هو كان ماسك سان داونز قبل كده وحقق البطوله مره ولعب في كاس العالم وكانت ليه نتائج كويسه جدا، وزي ما احنا عارفين ماتشاتنا معاه كانت ماتشات صعبه جدا. فمستر موسيماني صاحب خبره افريقيه كبيره جدا، نتمنى ان شاء الله انه يقدر النهارده في ماتش الوداد بإذن الله يقدر يتعامل مع الماتش، يقدر يتعامل بإذن الله ويقرأ المباراة من الأول، وبإذن الله نحقق نتيجة إيجابية. طبعا هيدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الزامبي جانيس كازوي اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح، وسكازوي يمكن كان نيه
مشكلة من سنة، ولو نفتكر بإذن الله، يعني إن شاء الله بإذن الله بعد الماتش بس إن شاء الله ربنا يوفقنا، وبعدين مش عايزين نتكلم عن التحكيم من الأول ولا في الآخر، نتمنى إن شاء الله التوفيق طبعا لطاقم التحكيم، وبإذن الله إن شاء الله تستمر العدالة التحكيمية، لأن الحكم خلي بالكم لما يكون موجود في الملعب وأنت عندك ثقة فيه بتشعر من جواك إنك هتاخد حقك، تلعب بارتياحية، أما لو كان الحكم مهتز وضعيف ومتردد بتبقى أنت كمان خايف، وأنت بتلعب بتبقى خايف، بتبقى كاشر، بتبقى خايف إن أنت تعمل حاجة يقوم حاسبها عليك، ما بتطلعش كل إمكانياتك بنسبة 100%، أنت قلقان في كل ثانية إن ممكن الحكم يعمل حاجة عليك ولو كانت حتى بدون قصد، وخصوصا إن الحكم الزامبي كان عليه مشاكل من السنة اللي فاتت زي ما قلنا، ولكن نتمنى بإذن الله النهاردة طبعا لأن هو عليه كلام كتير، فأعتقد إن المباراة متشافة كويس والعين عليها، وأعتقد إن شاء الله إن هو هيكون غير الفترة اللي هو قبل ما يتوقف فيها. هنروح لفاصل وبعدين هنستقبل ضيوف الاستوديو التحليلي الكبار، كباتن الكبار شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى. أعزائي المشاهدين انتظرونا. مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، نجوم الاستوديو التحليلي كابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن ايمن اهلا بيك. اهلا بيك كابتن شريف. كابتن علاء ميهوب اهلا وسهلا بيك، منورنا النهارده. اهلا بيك يا طيب. كابتن محمد يوسف منورنا النهارده يا كابتن. اهلا كابتن، اهلا بيك. وكابتن عادل مصطفى اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن. اهلا بحضرتك. قبل ما نخش في الاجواء بتاعه المباراه هنروح لزميلنا في نادي هوليوبوليس فاروق صلاح، وهنشوف معاه أجواء مباراة الأهلي والجزيرة في قبل نهائي بطولة الدوري لكرة الماء. مساء الخير يا فاروق، اتفضل. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، الكابتن محمد يوسف، والكابتن عادل مصطفى. وبإذن الله وبمشيئة الله يوم أهلاوي خالص إن شاء الله يكلل بصعود فريق بتحقيق النادي الأهلي ليه نتيجة إيجابية مع فريق الوداد، وهنا في نادي هليوبلس مواجهة قوية جدا بتجمع ما بين فريق النادي الأهلي وفريق الجزيرة في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري العام لعام 2019-2020. عايز أقول لك يا كابتن أيمن، النادي الأهلي النهارده بيكفيه تحقيق التعادل او الفوز من اجل الصعود للمباراه النهائيه لمواجهه فريق هليوبلس. من الجدير بالذكر يا كابتن ايمن ان هذه البطوله غائبه عن النادي الاهلي منذ اكثر من 16 عام. اخر تتويج لفريق النادي الاهلي بهذه البطوله كان عام 2004. النهارده كل لعيبه النادي الاهلي في قمه التركيز ان شاء الله لتحقيق زي ما قلت لحضرتك يا كابتن ايمن، تحقيق الفوز او اقل الامور تحقيق التعادل من اجل الصعود للمباراه النهائيه ومواجهه فريق هليوبلس. على الجانب الاخر، على الرغم من تواجد عدد كبير جدا من الاعضاء والجماهير لمتابعه هذا اللقاء، ولكن الجميع بينتظر انطلاق مباراه الاهلي والوداد في الدور قبل النهائي، مباراه الذهاب اللي بتجمع ما بين الفريقين. وهنا في نادي هليوبلس مخصصين اكثر من مكان لمتابعه اللقاء، وشايف مجموعه كبيره جدا من اعضاء نادي هليوبلس بيرتدوا قمصان النادي الاهلي، وشعبيه كبيره جدا للنادي الاهلي في نادي هليوبلس. نقول كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله مستمرين معاك يا كابتن ايمن نتابع كل التفاصيل الخاصه بهذا اللقاء، وان شاء الله يكون صعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه امام فريق هليوبلس في هذه البطوله بمشيئه الله. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شاوي وضيوف الكرام، اتفضل يا كابتن. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح، وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. ومن هليوبلس هنروح على المغرب والزميل العزيز كريم احمد، مكالمه تليفونيه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك ولجمهور الاستوديو التحليلي، ويا رب ان شاء الله دعواتك بقى يا كابتن ايمن ودعوات كل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله حبيبي. ايه الجديد عندك يا ترى؟ عندك التشكيل ولا ايه الاخبار؟ بالتاكيد يا كابتن ايمن، يمكن بالفعل صدر تشكيل فريق النادي الاهلي في حراس المرمى الشناوي، خط الظهر الشمال يمين علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، قدامهم سليا وديانج على الاطراف، جونيور اجاي وحسين الشحات، وفي الامام محمد مجدي قفشه ومروان محسن. على دكه البدلاء يتواجد كل من علي لطفي، احمد فتحي، حمدي فتحي، جيرالدو، بادجي، وليد سليمان، واحمد الشيخ.
كده اكيد طبعا زي ما انت عارف كابتن ايمن كنا 22 لاعب خرج من القائمه، مصطفى شوبير ومحمود وحيد وكهربا طبعا للاصابه وصالح جمعه. متوجهين بقى في هذه اللحظات يا كابتن ايمن الى ملعب المباراه، ملعب مراكب محمد الخامس. ان شاء الله باذن الله كل الاجواء تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. الاستعدادات بقى انتهت، نقدر بقى نقول ان مع لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله حماسهم هيبقى موجود، تركيزهم موجود، ويا رب ان شاء الله كابتن ايمن نرجع من هنا بنتيجه ايجابيه تساعد النادي الاهلي في مباراه العوده باذن الله. طمني على الاجواء عندك والحاله المعنويه للعيبه والجهاز الفني. بالتاكيد طبعا كان واضح يا كابتن ايمن ال 48 ساعه اللي فاتوا تحديدا المعنويات مرتفعه والاداء موجود في المدربات، حماس كبير جدا، الرغبه موجوده، لكن يا رب كل الامور دي بقى تكلل بالنجاح. عندنا 90 دقيقه وهي مشقه على فريق النادي الاهلي، خلاص نقدر نقول جاي الاستعدادات الفنيه التكتيك بالثغرات بخط القوه والضعف، كل ده اتشرح من تيرسون السيماني مدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي كان عامل تكتيك كبير للمحاضرات الفنيه. يتبقى بقى ان شاء الله مع التشكيل ده كل اللعيبه باذن الله تنفذ التعليمات بالحرف اللي شفناها في التدريبات الاخيره، ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله يا كابتن ايمن. باذن الله يا كريم ان شاء الله، ولو عندك اي حاجه جديد احنا معاك يا حبيبي ان شاء الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن شريف عبد المنعم، مباراه متكافئه، مباراه بين فرقتين كبار، ويمكن انت كنت بتقول لي قبل الهوا ان ده الارقام حتى متشابهه في كل حاجه، في كل شيء، يعني لعبنا مع بعض 8 ماتشات كل فريق فاز مباراتين وتعادلنا 4 مباريات، كل فريق جاب في الثاني 8 اهداف. مباراه صعبه جدا، وتقريبا الماتشات الفرق المصريه والفرق المغربيه دايما بيبقى فيها نديه واثاره، وبيبقى دايما النتيجه متقاربه جدا. مظبوط كلامك، مظبوط 100%. بسم الله الرحمن الرحيم، كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله النهارده، وكل التوفيق لاعبي النادي الاهلي في اللياقه، ان شاء الله نطلع كلنا النهارده سلام بنتيجه كويسه. وبشكر طبعا كل الناس اللي راحوا المغرب مع النادي عشان يدعموهم، على راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والشكل الاداري والشكل الفني كله. الحقيقه احنا بقالنا اسبوع عايشين في اجواء جميله جدا بالنسبه للمباراه دي، اجواء تبشر بالخير بالاطمئنان على حاله اللاعبين كلهم. مش مطلوب مننا غير النهارده كابتن ايمن روح التيشيرت الاحمر زي ما كل الناس بتقول، الروح تبقى يعني عاليه جدا، الروح تبقى ثقه في كل امكانيات كل لاعب موجود في الملعب ينزل يلعب مباراه دي. وخاصه زي ما انت ما قلت في تشابه كبير قوي حتى في النقص العددي هنا والنقص العددي هنا، حتى في شكل الفريق ايه نقاط القوه ونقاط الضعف موجودين. الحقيقه كل النقاط دي موجوده في الفرقتين، مش مساله انا بقول الضعف لا، يعني في بيبقى دخول لاعبين وخروج لاعبين، في عدم ثبات للمستوى الاول، في عدم ثبات للتيم اللي انت بتتعود عليه. انما احنا عندنا ادفانتج او عندنا ميزه ان الكوتش بتاعنا موسيماني كان عنده درايه كبيره جدا بالوداد ولعب مع الوداد وطلع ليدنج عليه في المجموعه بتاعته وكسب الوداد، اتعادل معاه مره وكسبه، يعني عنده فكره عن النادي الاهلي، لعب مع النادي الاهلي بلعيبه النادي الاهلي كلها، وعنده فكره مع فرقه الوداد تماما. فده اللي بيدينا قصدك عنده كمان خبره في التعامل مع المباريات الافريقيه، وعنده خبره وكان معاه فريق محترم كمان صن داونز، فهو كان من خلال المجموعه دي يمكن احنا نتميز ان الراجل ده يعني عنده درايه بشكل البطوله شكلها عامل. شايفين على الشاشه الكابتن محمود الخطيب والاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره، دعم كبير طبعا لملعب المباراة، دعم كبير للاعبين وللجماهير وكل ده ان الكابتن محمود يبقى موجود هناك، هو الاستاذ طارق قنديل، يعني مفيش حد ادخر اي جهد الحقيقه، لان هو النهارده باذن الله الساعه 9 تبقى بدايه مباراه. احنا انا حاسس من يعني انا ساعات ببقى جاي خايف جدا والان ومعرفش، بس انا حاسس النهارده بتفاؤل كبير قوي يا رب، حاسس بمعنويات عاليه جدا من المدرب كمان في شكل التشكيل اللي هو حاطه. يمكن انا يمكن كنت طلعت قبل كده نفسي اقفل من ناحيه اليمين ونفسي اقفل من ناحيه الشمال وما ادولهمش فرصه لا يطلعوا من على اليمين ولا يطلعوا من على الشمال، والكرات الثابته والكرات العاليه اللي احنا قاعدين نتكلم عنها. انما هو النهارده لما حط لي تشكيل زي ده باسلوب اللعب ده حاسسني ان هو طمعان في الجيم قوي، طمعان انه يرجع كسبان من هناك ان شاء الله. الاوتوبيس بتاع الفريق رايح الملعب مباراه ان شاء الله بالتوفيق. كله بالتوفيق ان شاء الله، وهسيبك طبعا كباتن مصر برضو ايه ونتواصل بيه. كابتن علاء طبعا احنا هنتكلم في التشكيل وهنتكلم في كل حاجه، ولكن هل ممكن النادي الاهلي يحسم اللقاء من هناك؟ مش يحسم لكن يرجع بنتيجه مطمئنه ايجابيه طبعا. النتيجه الايجابيه من وجهه نظرك ايه؟ النتيجه الايجابيه انك تحرز هدف هناك. ممكن تفوز 1-0، ممكن 1-1، المهم ما تخسرش، لكن احرازك هدف
بره ملعبك دي حاجه مهمه جدا وده دي الحسبه الصح يا ايمن. تفتكر ممكن يكون مستر موسيماني ولو انا ما كانش موجود ساعتها يكون كلمه معان المباراه اللي هي بتاعه 2017 اللي الوداد خد مننا البطوله لما كسبنا هناك 1-0؟ لا مش نوعيه، هو مش نوعيه الراجل ده كده. هو الراجل واقعي جدا وجاي على حاجه جديده وفريق جديد وطموحات جديده وكل حاجه اتغيرت. 2017 خلاص انتهت ايمن، وكل هي مش كل سنه. لا مش قصدي، انا قصدي ان هو يبقى حافز ليه. لا 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 ما اعتقدش، حته الحافز موجود من غير ما يتكلم عن الماضي. الحافز موجود انك عايز توصل البطوله، الحافز موجود عايز تكسب، عايز تكسب البطوله مش توصل النهائي ان شاء الله. تكسب ان شاء الله باذن الله ده الحافز الاكبر. لكن اللي انا بقول لك عليه انك الحاجه الاحسن ليك او الحاجه اللي تخليك مطمئن هنا احرزك هدف بره. وفي حاجه كمان بمناسبه كلامك كابتن علاء، احنا ان شاء الله باذن الله لو خلصنا مبارتين الوداد على خير وفزنا الفاينل في مصر ان شاء الله باذن الله رب العالمين. دي بقى ده بقى الحافز الكويس. أي. ده الحافز بقى ان الفاينل هيبقى عندك ان شاء الله في 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 مصر يعني. لكن احنا بنفكر في مباراه النهارده، نفكر الاول في الشوط الاول اللي هو في المغرب، في شوط ثاني في القاهره ان شاء الله. لكن الشوط الاول النهارده ازاي تادي 90 دقيقه، ازاي تحاول على قد ما تقدر تبقى غلطاتك قليله قوي لما نيجي نتكلم في تشكيل وطريقه اللعب، ازاي تستغل كل الفرص، ازاي تبقى متحكم انت في المباراه. ودي اهم حاجه ايمن، حته الاستحواذ وحته الثبات النفسي. لازم تبقى نفسيا انت نازل ثبات، عندك ثبات وعندك ثبات انفعالي في كل اجواء في كل لحظات المباراه. مباراه 90 دقيقه فيها متغيرات كتير جدا، لعيب الكره الوقت اللي هو يعني زي ما بيقولوا الكره الحديثه، ان لعيب الكره لازم مستعد لكل حاجه متغيره في المباراه. صحيح. جبت هدف لازم تعرف تعمل ايه، لا قدر الله جه فيك هدف تعمل ايه، كل الحاجات دي ايمن اللي انت بتحكم فيها انت. اتضغطت مثلا 5-6 دقائق لازم تعرف انك ممكن تضغط في مباراه، ما انت بتلعب فريق كبير. واذا كان الشريف كان بيتكلم الارقام كلها قريبه قوي جدا، واثنين انديه كبار قوي طبعا، النادي الاهلي هو الاكبر في كل حاجه، لكن دي مباراه الكبار. مباراه الكبار عايزه نوعيه لعيبه خبرتها عاليه جدا في المجال ده، ومفيش احسن من لعيبه النادي الاهلي. عايزه تتحكم في اعصابك طول المباراه، مهم قوي دي يا ايمن. انك على فكره ممكن في 10 دقائق نفسك مضغوط ضغط مش طبيعي، ضغط صحيح. مضغوط ضغط بس عادي، لازم صحيح. ازاي اطلع من الضغط ده؟ لازم اتحكم في اعصابي، لازم اتحكم ان انا بسرعه استلم الكوره واهدى، الكوره تبقى في رجلي اكتر وقت، الكوره ما افقدهاش بسرعه، افقدها لما يبقى يعني حاجه مهمه قوي. لكن طول ما الكوره في رجلي وطول ما متحكم في شكل اللقاء انت احسن. وإن لان هو بيدور مش بيدور على فوز، هو بيدور على فوز ويطمنه في القاهره هنا. أي. بغض النظر مفيش جماهير، يعني على فكره عدم وجود الجماهير هي مضره للوداد واكيد مضره لينا، لان جماهير النادي الاهلي جماهير لوحدها حاجه ثانيه خالص. لا لا دي حاجه ثانيه خالص، ملهاش مثيل يعني. صحيح. لكن خلاص هم 90 دقيقه في المغرب و90 دقيقه هنا، ازاي انت ان شاء الله تطلع النهارده بنتيجه مريحه ان شاء الله في القاهره. كابتن محمد، موقف الفرقتين الموقف بتاعهم تقريبا متشابه، حتى في الفتره الاخيره الفرقتين غيروا المدربين بتاعتهم. يمكن الوداد غير مستر جاريدو وجي المدرب الارجنتيني الجديد، والنادي الاهلي جه مستر موسيماني بدل ريني فايلر. يعني حتى الظروف المتشابهه في كل حاجه متشابهه ايضا في تغيير المدربين. هل ده هيبقى ليه تاثير على اداء الفرقتين النهارده؟ بص، هو النقطه اللي حضرتك ذكرتها دي مهمه جدا، وكمان هنضيف عليهم الزمالك. يعني انت عندك الاربع فرق اللي وصلوا منهم ثلاثه غيروا مدربين. مزبوط. الوحيد جمال سلامي هو اللي مستمر مع الرجاء. مظبوط. لو اتكلمنا على الجزئيه بتاعت الوداد والاهلي النهارده، التاثير طبعا موجود، لان انت مش ممكن راجل مدرب بيمسك فريق بقاله 10 ايام ولا اسبوعين هيبقى حافظ الفرقه وحفظ قدرات اللعيبه، مهما كان هو كان بيلعب قصاد الفريق وكان طبعا بيذاكر الاهلي وحافظ الاهلي وحافظ نقاط القوه ونقاط الضعف فيه. لكن في نفس الوقت مش زي ما بيشتغل معاهم بقى في الملعب ويقرب منهم ويحفظهم ويحفظ التفاصيل يعني. فانا شايف ان التاثير بتاعنا او بتاع بيترو ميتسوماني مع الاهلي هيبقى اقل بكتير جدا من ميجيل كوماندي. ميجيل كوماندي راجل اشتغل قبل كده في المغرب، واشتغل قبل كده في جنوب افريقيا، اشتغل قبل كده في المغرب، لكن بقى له فتره بعيد يعني. بقى له فتره بعد عن الكره المغربيه، من فتره طويله قوي من 2008 تقريبا اشتغل مع كره جنوب افريقيا، كان ماسك فريق في جنوب افريقيا. فانا قصدي ان
هيبقى حافظ طبعا عارف شويه لانه اشتغل في المغرب قبل كده فعارف الوداد وعارف ازاي يعني معنى فريق كبير زي الوداد اللعيبه بتاعته الى حد ما، لكن مش زي طبعا بيترو موسيماني. في نفس الوقت كمان انه لما لعب مع حسين غدير ما لعبش في بطوله افريقيا في الوقت ده، يعني يعني بيترو موسيماني دايس في افريقيا اشتغل مع في البطوله من خلال سان داونز، فاهم قصدي؟ فدي برضو هتديله ميزه اكتر، خصوصا ان المباراه انا بحسبها من 90 دقيقه في المغرب و90 دقيقه في القاهره. صحيح. يعني مش عايزين نفكر بس وناخد ناخد كل تركيزنا في المباراه بتاعت المغرب. مزبوط. وننسى ان في 90 دقيقه عندنا في ملعبنا. مزبوط. لازم نتعامل مع المباراه حتى واحنا بنلعب المباراه بتاعت النهارده، لازم يبقى في دماغنا ان في شوط تاني. اعتقد ان المدير الفني هيكون اكيد كلمهم بالاسلوب دوت ولازم يحطوه في دماغهم. مظبوط. وانا بلعب هناك حتى يعني انا عجبني جدا ان هو ما غامرش بكهرباء لان يعني كان ممكن يغامر بيه وبعدين تيجي تخسره في المباراه الثانيه، لكن كون انه يطلعه بره فده معناها ايه؟ معناها انه يعني بس خلي بالك برضو كهربا أحسن. كهربا كابتن يعني غير جاهز تقريبا بنسبه 99% لان هو حتى في التدريبات كان بيعمل تدريبات منفرده وجري خفيف جدا بالكوره. مظبوط. بس في نفس الوقت ممكن مدرب ثاني يقول لك ايه؟ ادي له حقنه. طب اخليه جنبي على البنش يعني. اخليه جنبي على البنش استخدمه 10 دقائق ربع ساعه في الاخر تحسبا يعني. أي. فهم قصدي؟ لكن في مدربين بيفضلوا طالما حتى لو بيشتكي 1% خلاص يبقى الافضل ان انت تستبعده عشان يخف وتستخدمه بعد كده في المباراه العوده او ان شاء الله في النهائي. فهم قصدي؟ فانا شايف بيترو موسيماني تاثيره طبعا هيبقى اقل بكتير، يعني معناه ان هيتاثر سلبا اقل. ايوه. حافظ افريقيا اكتر من الراجل الارجنتيني ميجيل كوماندي، وفي نفس الوقت كمان عنده احساس بالمباراه بتاعت افريقيا اكتر من ميجيل. كابتن عادل، المواجهه صعبه بين فرقتين، يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا واحنا كنا عاملين نقول هنلعب بكذا ونلعب بكذا ونلعب بكذا، وبعدين مستر موسيماني فاجئنا بحاجه جامده جدا. فالمواجهه تعتبر صعبه على الاهلي وبرضه على الوداد. يمكن الوداد عنده دافع ان هو يعوض خسارته للدوري، قد تاتي بنتيجه سلبيه ولكن هو زي الاسد الجريح. نادي الاهلي عنده دافع ان هو يجيب البطوله اللي احنا منتظرينها من 2013. شايف المواجهه ازاي؟ مواجهه صعبه طبعا على الفرقتين جدا، ولكن يعني الاماني اللي احنا كنا بنتمناها ان احنا نلعب بتشكيل فيه توازن شويه، مش هقول دفاعي ولكن يكون في تغطيه لبعض المراكز شويه. التشكيل اللي موجود اللي احنا مش يعني لما حضرتك تعرضه، التشكيل اللي موجود شويه مش هقول فيه مغامره ولكن هو الواقعي بتاع اخر فتره، ولكن انا وجهه نظري ان هو لازم تبقى بتلعب المباراه دي بحاجه مناسبه للمباراه. بمعنى ان ما ينفعش يبقى يعني نقاط القوه بتاعتي ونقاط ضعفي مشابهه للفريق الاخر برضو وبقى في ريسك في المباراه. انا شايف المباراه فيها ريسك كبير جدا، العناصر المختاره فيها ريسك كبير جدا جدا جدا. عندنا محاور لعب مهمه جدا لازم تتامن بشكل كويس. زي علي معلول. علي معلول لعيب كبير، اهم لعيب في فرقه الاهلي من وجهه نظري، مفتاح اللعب الاول والاساسي للفريق، لازم يكون ليه في واجبات دفاعيه جماعيه معاه مش فرديه. صحيح. بيلعب على جبهه قويه جدا، جابت بديع اوك وعبد اللطيف نصير، جابها قويه جدا، فما ينفعش ان احنا نتعامل معاها بان هي مباراه رايح جاي. المباراه دي ما ينفعش تبقى رايح جاي، المباراه دي جابها قويه جدا هجوميا ومش هقول دفاعيا، ولكن دفاعيا فيها صلابه شويه. ان عبد اللطيف نصير الى حد ما بيدافع بشكل كويس، هو من احسن الناس اللي بتدافع في الفرقه وبيديهم روح جوه الملعب. لعيب يعني شويه قريب للاعب احمد فتحي، ولكن يعني كورته كويسه كمان. فانا شايف ان يعني مباراه صعبه، ولكن انا كنت اتمنى واتمنى ان انا بعد المباراه اخد درس في ان ده ممكن يكون درس ليا جديد في التدريب، ان ما يكونش في مغامرات انك ممكن تغامر في الحاجات دي. مش عيب خالص. ولكن انا شايف ان في مغامره في المباراه. تشكيل. شايف في مغامره، ويعني فرقه الوداد فرقه بطبعها بطبيعه العناصر اللي موجوده هي طبعها هجومي. هي طبعها هجومي، هو مزبوط. ما خلقش تشكيل عشان يلعب هجومي، ولكن مزبوط. في نفس الوقت انا بلعب مباراه خارج ملعبي مش في ملعبي. في ملعبي ممكن اخد ريسك بشكل يعني براحتي جدا. صح. لكن مباراه خارج ملعبي كان محتاج يكون في تحفظ شويه. مش ما بقولش ان انا دافع، احنا فريق كبير طبعا، ولكن في معطيات لازم تبقى موجوده عندي اشتغل عليها عشان
ما بقاش الامور مفتوحه. ايوه في نفس اللعيبه ونفس المواقف اتكررت في مباريات قبل كده. فانا مش عايز بقى الاحداث، بس انا يعني شويه اتخطفت شويه من التشكيل بالنسبه لي انا. ممكن اكون انا النهارده اطلع اخد درس بالنسبه لي ان انا المباريات كلها تدور بالشكل ده. أيوة. وارد. ايوه بس انا شايف ان في ريسك طبعا، واتمنى ان انا يعني يكون مش يعني يعني مش نتيجه تبقى صالحنا، تبقى صالحنا ويكون في حاجه. بس كنت اتمنى يكون في تامين اكتر من كده. بص عموما هنقول التشكيل، انا مش عايز احرق حاجه عشان هنقول التشكيل مع بعض ونتكلم فيه. تشكيل النادي الاهلي النهارده باذن الله: محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، اثنين في القلب ياسر ابراهيم وايمن اشرف، اثنين اللي قدامهم في نص الملعب الدفاع عمرو السوليه اليو ديانج، الثلاثة اللي قدامهم حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، جونيور أجاييه، وقدام مروان محسن. هنقول التشكيل مرة تانية: محمد الشناوي لحراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، اثنين في القلب ياسر إبراهيم أيمن أشرف، اثنين وسط دفاعي قدامهم هيبقى عمرو السولية أليو ديانج، ثلاثة الوسط الأمامي حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، جونيور أجاييه، وقدام راس حربة مروان محسن. بالنسبة للبدلاء هيبقى علي لطفي لحراسة المرمى، وليد سليمان، أحمد الشيخ، أحمد فتحي، حمدي فتحي، أليو باجي، وجيرالدو اللي أعتقد هيكون له دور النهاردة في الشوط الثاني على الأقل. كابتن شريف، إيه رأيك في التشكيل؟ والله بضم صوتي لكابتن عادل، وعلى الأقل كان يبقى في حمدي فتحي يعني نعلى من الستارة قدام الاربعه فينس اللي قدام. بناخد مساعدات كتيره قوي من اليو باجي، يقدر يعمل مثلث دفاعي وقريب من ايمن اشرف وياسر ابراهيم، يريح لهم الدنيا كويس. انت عارف ان اسلوب لعب الوداد اللي هو الاطراف والعرضيات من اي مكان، مش اللي هي الطويله. أي. في فرق قوي ان هم بيعملوا العرضيات من بعد ما بيعدوا خط وسط الملعب، وبيحاولوا يقطع اسماعيل حداد حتى جوه ويساعد في التكوف، وبيبقوا اتنين دايما موجودين، ده غير السابورت اللي بيجي من نص الملعب. وزي ما اتفضلوا الكباتن وقالوا ان بديع عقده من احسن اللعيبه اللي بتقدر تعمل النشاط. أيوة. والراجل اللي بيلعب وراه كمان خدت بالك بيديله الدعم، فدول هيلعبوا على ملعبهم. يعني انا ببقى عندي ثقه ان انا وسط ملعبي، وبحس ان مفيش جمهور، بس ببقى وسط جمهوري وسط الدنيا كلها مكتف الملعب، وعايز اضغط على النادي اللي النادي الاهلي باي شكل. التشكيل اللي انا عامله ده انا حاسس ان النادي الاهلي هو اللي هيضغط على فرقه الوداد. في يعني جرأة من مستر في جرأة كبيرة كويس جدا على فكره. احيانا يا كابتن علاء كويس ان اضغط على فرقه الوداد. كويس انت لو انت كنت واقف وماسك انت هناك في الفرقه. انت ومحمد يوسف كنت هتبتدي بالتشكيل ده؟ انا عاجبني التشكيل ده وقايله مظبوط. عاجبك التشكيل ده؟ وقايله ايمن من الاسبوع. يعني انت هتلعب مهاجم هناك؟ ولا وليه مهاجم؟ هتستغل يعني ضعف الاثنين يعني، اصل هو ليه راجل اسباب هناك. انما انا احنا لما بنبقى في موقع المسؤوليه وانت في موقع المسؤوليه بالذات بيبقى عندك تحفظ زي ما عادل قال. يعني هو انت قصدك ان التشكيل ده عايز ثلاثة بس؟ علاء انا مش عايز منك حاجه، انا عايز ثلاثة ستاره ماشي يساعدوا الديفنس بتاعي من ناحيه انك انت زي هو ليه 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 عشان الراجل عامل نفس التشكيل ونفس طريقه الاداء، ليه انا مش متحفظ؟ طب ما ننزل لو يعني الطريقه دي، لو انا كل واحد ملتزم بطريقته، ما بدافع صح وبهاجي، يبقى عندي ناس تلعب كوره، يبقى انا كده كويس. هو انا عشان ادافع لازم انا العب ثلاثة ستاره مدافعين في نص الملعب، او مثلا 4-1-4-1 اروح مقفل الدنيا؟ طب ما العب بطريقتي واحاول استحوذ. انا بس ما باجي اتكلم الملعب انا ورايح انا علاء، خدت بالك اطرافي وما بقاش الضغط كله على محمد هاني وعلى علي معلول. على فكره وانت النهارده لما بتلعب بالاثنين دول قدام الديفند بس، افرض انت لو عملت ثلاثه وكان معاك حمدي فتحي، في شكل تبادلي، في حاله ارتياحيه للاثنين حتى في نص الملعب. ومين هيلعب الكوره؟ ايه؟ ومين لما تيجي تهاجم هتلعب كوره ازاي؟ يعني ايه هتلعب كوره ازاي؟ يعني مين هيلعب الكوره في الملعب؟ ما دول كلهم لعيبه كوره. لا بس كان دي امكانيه. لا بيلعب مكان ممكن. ما بيلعب 10 محمد مجدي؟ لا لعبها قبل كده برضه كابتن علاء في كذا ماتش. لا لا بصوا اما نيجي نتكلم مميز فيه. ما انتوا كنتوا بتقولوا يا علاء. نتكلم دي امكانيات لعيبه. ما نيجي نتكلم. ايوه. سوليا مش مجدي، مجدي مش ديانج، يعني كل واحد والله انت معاك حق. عشان كده تيم. وانا معايا حق. انا عايز اقول لك على حاجه، انا بحافظ على ارتياحيه لعيبتي كمان. انا ما بقاش افرض انا في اول ربع ساعه اتخطفت. بالاسلوب دوت. بالاسلوب ده. هترجع انت تقول لي اه هو الراجل كان طب نفرض شايف ربع ساعه برضه كنت بلعب ودافع واتخطفت يعني ازاي؟ لو ما بلعب بثلاثه في نص الملعب وجي فيها جول في راحه نفسيه. انت المفروض عندك علاء، انا مش ضد الراجل على فكره. لا انا قلت ان هو ان هو النهارده عمل حاجه. لا احنا عايزين نريح اللعيبه بتاعتنا، عندنا مشاوير، عندنا امنيات. يعني عندنا كل واحد كان عنده احنا وعادل قالك انا اتمنى انا ابقى غلطان ان انا في التحفظ. احنا بنقول تحفظات، احنا عايزين نريح بعض اللعيبه من الاطراف ناحيه علي معلول
وناحيه محمد هاني. انا عايز اريحهم شويه ان الحكايه ما تبقاش ضغط 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 مثلا، ويبقى مطلوب منه كمان ان هو علامه الوصل جاي. رايح جاي بين نص ملعبي وبين كده انت مش هتطلعه اكتر من نص الملعب يعني. او علي معلول هيبقى يعني بيتحسس وهو طالع برضو، انا هرجع امتى ولا مين اللي هيغطي عليا. انما لو حمدي فتحي موجود ولا يا محمد بس انا هقول لك حاجه، حمدي فتحي موجود هتلاقي فيه ارتياحيه للسوليه يجي شمال شويه، بص يا كابتن ديونج يجي يقدر يمين كابتن شويه. ممكن يكون يعني ممكن يكون ماتش بيراميدز الشوط الثاني بالذات احنا شفنا جاي بيرجع وشفنا حسين الشحات بيرجع، ممكن ممكن يكون اداله التشكيل دوت ان هو لعب كويس قوي الشوط الثاني، فقال لك ايه هو ممكن يلعبه بالاسلوب دوت. انا اول مره ورحنا للجون مرتين ثلاثه، اول مره في حياتي بطلع اتكلم على الشكل الدفاعي ده. اول مره في حياتي انا جشريف على طول عايز اتنين فراوده ويطلعوا يساعدوا بعض والاجنب تشتغل، ولما يجي يعمل عرضيات يلاقي ناس جوه 18. انا طول عمري كده كويس، بس في ظروف النهارده انت فرقتك حتى الاستشفاء بتاعتها مش مثلا انا عندي شكل تاني على الدكه خدت بالك قوي جدا دلوقتي ما خلاص بقى كنت العب وليد سليمان من الاول ده، ما انا شايف الشكل ده بقى واعمل باللعيبه الكره اللي هو بيتكلم عليه علاء، عندي لعيبه كره جامدين جدا يقدروا يلعبوا مع بعض، يقدروا يشوفوا بعض، يقدروا يودوا مروان على الجوم سهل جدا يقدر يتعامل معاهم. وفي شكل تاني كان يقدر يدخل بادجي ويعمل له وقت طويله ليهت الاثنين اللي احنا بنسميهم مش على مستوى عالي قوي اللي هم بيلعبوا ورا عندهم. هو عنده فكر في كل حاجه، هو صاحب الشكل، هو اللي مع اللعيبه عايش معاه كل يوم. انما انا كشكل شفته وتعلمته واتفرجت على الوداد عارف اسلوب لعبها فين وضغطها فين وبتلعب على ارضها، كنت اتمنى هو لعيب واحد بس يعمل لي ستاره مع الاثنين اللي تحت دي. ده بالنسبه للناحيه الدفاعيه بس، ما قلتلكش حد تاني غير كده معرفش. طب كابتن علاء انت شايف ان التشكيل دوت مناسب جدا؟ ويمكن اتكلمت معاك انا الاستوديو اللي فات وقلت لك يلعب بثلاثه في نص الملعب، قلت لي لا ما يلعبش ثلاثه في نص الملعب، انا عايزه يلعب بنفس الاسلوب ده. انا بس عندي مع رايي وجهات نظر، انا بس كان النهارده كنت احب ابدا لو انا عشان بس امن احمد فتحي طبعا لازم حته دفاعيه عند احمد عاليه جدا اكثر من هاني، خبراته كبيره جدا في الحته دي، ممكن عشان تختار العكسيه اللي بيتكلم عليها شريف هو علي معلول. على الجانب الاخر انا بتفق مع شريف على بادج، على بادج صحيح حربة بادجي، اعتقد في الاجواء دي وفي الظروف اللي انت عايزها دي ممكن تبقى مضطر انك مضغوط تعمل يعني كره طويله، عايز التحام جسماني قوي مزبوط. ممكن توصل على الاطراف مع علي معلول وسرعه كره عاليه، ممكن يخطف لك كره عاليه خصوصا الاثنين مساكين مش على قدر من الكفاءه الجامده قوي في الوداد، دول بقالهم فتره ما بيلعبوش. ما انا بقول لك عشان دي النقط اللي انا بتكلم عليها، لكن انا طبعا احنا بنتكلم هنا لكن هو الراجل هو اللي شايف وهو اللي ادرى مستر موسيماني بحاله اللعيبه، لكن دايما احمد فتحي خبراته كبيره قوي يا ايمن وحته دفاع عنده عاليه جدا دي مبارياته. لكن هو بس بقول لك يا كابتن علاء احنا شفنا الماتشين الاخرانيين يمكن محمد هاني كان من نجوم المباراه ماشي وادى بصوره ممتازه. فكره محمد هاني هايل وهو مستقبل النادي الاهلي ومستقبل، لكن انا بتكلم على ظروف مباراه يا ايمن انت بتلعب قبل نهائي افريقيا برضو حاجه مش سهله، لكن عدم وجود جماهير مريح مستر موسيماني خالص طبعًا. الموضوع ده طبعا حته 50% من الضغط النفسي على لعيبه اوت بره فانت ممكن يكون هو ده تفكيره. على فكره في حاجات في الملعب هو فكر فيها وليه كل الاحترام، عدم وجود الجماهير هو ريحه نفسيا عشان كده لعب النهارده كده يعني عادل متخوف من كده، يمكن كابتن شريف كده، عدم وجود جماهير هو خلال طب ليه غير طريقتي انا، طب ما انا العب بطريقتي وانا افرض اسلوبي. على فكره قمه الكره الوقت يا ايمن انت تفرض اسلوبك في اي حته، فرقه كبيره فعلا انت فرقه كده. كبيره انت مش فرقه صحيح. كبيره بكلمه يمكن اتفضل يا شريف اتفضل. اما انا شفت محمد هاني يمكن انا تطرقت ان انا عايز العب بثلاثه بقى دلوقتي، عايز اساعد محمد هاني شويه لو يمكن احمد فتحي موجود، يمكن انا كنت قلت لك ماشي الراجل ده شغال كويس وان شاء الله نبقى احنا عندنا اللغه دي علاء خدت بالك انت بتتكلم بيها ونلعب. انا بحس باللعيب بتاعي يعني بحس بعلي معلول مثلا بحس محمد محتاجين سبورت دايما في لما بيطلعوا مشاوير ويرجعوا، مش على طول الهاف بتاع اللي هيميل يغطي، مش على طول الناحيه اللي شريف بس حسين الشحات عملها كويس ماتش بيراميدز كابتن. بص يا ايمن بص يا شريف يا جماعه ده ماتش قبل نهائي افريقيا بطوله انت بتتمناها طبعا، مفيش حد النهارده هي 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 ممكن يوفر جزء من الجهد والعرق في مباراه النهارده هيز ريدي يعني طبعا اكيد هو اكيد ده انا متخوف منه بس لا مفيش. بص يا شريف هو اكيد النهارده مدي تعليمات لجونر اجايي وحسين الشحات مساعده تامه لمعلول وهاني، دي ما فيهاش توفير وما فيهاش لا عشان عندي ماتش لا 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 ما فيهاش حاجه، دي 90 دقيقه ممنوع الغلطات غير مضطر قوي، لكن التزامك الدفاعي لازم يتعمل كويس قوي، واحد قدام مروان وثلاثه
ستارة اللي انت بتتكلم عليها، هو يقدر يدور ده كله بالظبط، هو يقدر في التسعين دقيقة هو هيدور كل الكلام ده هيشوف ده هو هيدور كل حاجة. وبعدين احنا بنتكلم على فرقتنا احنا، ما بالك بقى الوداد بيتكلم ايه على لعيبة النادي الاهلي؟ ما هو عامل مليون حساب للعيبة، ان هو كله قلقه النهارده، هو اصلا مضغوط اكتر منك، هو خايف يخش في جول النهارده، هو الوقت المدير الفني بيحسبها هيجي في جول النهارده، بالنسبه له بقت مشكله جامده جدا ايام مباراه العوده، هيعوض ازاي مع النادي الاهلي؟ هو بيتفرج عليك وانت بتلعب 10 قدام فرقه كبيره بالظبط. هو انت بتحسب انك انت بتلعب النادي الاهلي، عارف نجومه وعارف لعيبته وعارف حجمه وعارف خبراته الافريقيه الكبيره قوي، فالحاجات دي كلها هو بيفكر فيها. على الجانب الاخر مستر موسيماني، طب بقول لك ده انا عندي النادي الاهلي بخبرات لعيبه افريقيه بمره ملعبي وعدم هجوم الجماهير يا شريف، مدي ارتياحيه مش طبيعيه لمستر موسيماني بنسبه 50%. اه والله يا ايمن بعد خالص حته الضغط واللعيبه وجماهير المغرب مش طبيعيه، واكيد طبعا انت عارف، فهو مريح. عشان كده بقول لك انا ما غيرش طريقتي، العب بطريقتي، واما احب اغير عنده الاوراق اللي بره اللي ممكن يغير بيها الشكل والاداء نفسه كمان، وممكن يغير جوه الملعب عادي جدا. في بص يا ايمن، في 90 دقيقه بقى اللعيبه اللي جوه الملعب دي ممكن تغير، تلعب في اي حته تغير الشكل مظبوط. في عندك لعيبه بره كلهم اي لعيب فيهم بينزل حتى مع من على البدلاء مؤثر جدا. يعني تخيل مثلا وليد لما ينزل بقى بشكل ازاي، عامل ازاي باشا لو احتاجته، حمدي فتحي، عندك لعيبه كتير قوي بره، اعتقد لو احتجت حد فيهم الموضوع هيبقى احمد أسهل. فتحي لو احتجته، ما انا بقول لك احمد فتحي في اي مكان من في الملعب كله اساس. مظبوط مظبوط كابتن محمد. بص هقول لك على حاجه، قول. عشان انا حاطط مكاني يعني مكان نفسي مكان موسيماني، كلنا بنقول الوحيد اللي بياخد القرار قبل الحدث هو المدير الفني. صحيح. دي يعني قضيه كبيره جدا، لانه بياخد القرار وبعد كده بيشوف نتائجه امتى، بعد المباراه بقى، فاهم قصدي؟ يا اما بس مكسب، هو بيبقى حاسبها، ما هو بيحسبها. لكن انت بتاخد القرار، انت بتاخد القرار قبل المباراه مش بعدها، الباقي كله بقى بيبدا يعلق بعد المباراه. ايوه حسب النتيجه. نجحت يبقى انت هايل. بالظبط. ما نجحتش ليه ما لعبتش بثلاثه وسط ملعب وليه ما... يعني النهارده لو الراجل عمل نتيجه كويسه هيبقى خلاص ده هايل وكويس انه لعب باثنين نص ملعب وبتاع. كويس. لو خسر او مثلا ما كانتش نتيجه ايجابيه، طب ليه ما امنش بثلاث نص ملعب؟ ايوه. خلينا انا هكلمك بقى من جانب اخر، وهو هو التشكيل بتاع النهارده بيترجم فلسفه موسيماني. هو بيلعب كره هجوميه كويس، بصرف النظر عن المنافس، بصرف النظر عن مكان المباراه فين، هو بره ملعبه ولا جوه ملعبه. واضح جدا ان طالما ما غيرش وامن بثلاثه، بحمدي وديانج وسوليه، معناها ان هو عايز يلعب مباراه عاديه خالص، بيفكر في هدف زي ما قال الكابتن علاء، انه مهم جدا يفكر يحرز هدف هناك، وانا مع الفكره دي. انا مع الفكره دي، ان هو يفكر مهم جدا انه يجيب هدف في ملعب الخصم، لا في ملعب المنافس لازم يسجل هدف. حتى لو على حساب لو دخل فيه هدف او طلع بنتيجه ايجابيه، فاهم قصدي؟ حتى ايفن لو خسر 2-1 لا قدر الله، انت هنا 1-0 تعدي. يعني 2-1 هناك احسن من 1-0. صح. 1-0 انت محتاج تجيب جونين هنا. مظبوط. محتاج تجيب جونين، انت محتاج هدف، ما تعملش حاجه. مظبوط. والفرق دي برضو ما تأملهاش في ملعبك يعني. طبعا. انما 2-1 انت 1-0 خلاص. صح. فاهم قصدي؟ تعال. صح. طيب خلينا بقى نقول على حته، هل يبدا بثلاثه ولا يبدا باثنين؟ يعني فيها احتمالات كتيره. في فكر مدرب يقول لك مثلا انا العب بثلاثه، ولو لا قدر الله دخل فيها جون، ما هو طول ما هو ماشي بثلاثة هو ناجح. طب 0-0 حلو قوي وماشي بالمباراة. لا قدر الله لو دخل فيه حاجة فيبدأ يغير، عنده الفرصة هنا بقى انه يغير. خلاص. ويبدأ يطعم بقى عشان يهاجم، فممكن اشيل ديفندر من الثلاثة وابدأ اعمل بقى اللي هو بادئ بيه دلوقتي. ايوه. خلاص. أيوه. والفكر الثاني اللي هو كابتن علاء، لا ابدأ من الأول والعب من الأول. طيب خلينا نقول بقى الفكر بتاع كابتن علاء، طب افرض دخل فيه جون. كويس. هيعمل ايه؟ أيوة. هو اساسا بيلعب مهاجم ودخل فيه جول نتيجه انه مش مقفل. هنا انت مضطر ايه؟ مضطر تكمل بقى زي ما انت. أيوة. يعني هو سيناريو واحد هتكمل بيه المباراه. أيوة. بس طبعا في كثافه هجوميه. رايي انا بقى الشخصي. ودي انا مش رايي، ده انا عملت كده. أيوة. انا لعبت بطوله افريقيا كلها. كلها بره وجوه، اسلوب واحد، قطن كاميروني بره وجوه، الاورلاندو بايرتس بره وجوه، بس باختلاف بقى اللي هي الكابتن علاء بيقولها بقى، ادوات، باختلاف توظيف اللعيبه. يعني مثلا توظيف اللعيبه مهم جدا. انا ممكن اقول محمد هاني مش عايزك تتقدم، صح، هلعب ب 4-2-3-1، لكن التعليمات ايه؟
توظيف اللعيبه ايه. انا لعبت بالشيف عبد الفضيل باك رايت، قلت له مش عايزك تعدي نص الملعب. هناك في اورلاندو بايرتس لعبت هناك، وحتى هنا في نهائي افريقيا لعبت شيف عبد الفضيل واتطرد يمكن في اخر 10 دقائق ونزلت رامي ربيعه في الاخر. بس شيف عبد الفضيل سواء هناك او هنا انا مدي له تعليمات ما تعديش وسط الملعب، مالكش دعوه. يعني سيد معوض عندي كنت بطيره طير وكاني واقف بثلاثه وحسام عاشور قدامه. وشريف ملوش دعوه بالناحيه الهجوميه، شريف ما تعديش نص الملعب. ليه؟ اولا كان عندهم طرف مميز جدا فتح على الخط زي مثلا كابتن شريف عبد المنعم كده، تلاقيه واقف على الخط وما بيرجعش. فلو شريف عبد الفضيل حب يأدي مره من المرات واجب هجومي ده ريسك عليا. على فكره هم عندهم بديع اوك ده كده بالظبط، بس كده. فانت لازم تدرس الفرقه عشان تعرف تدي تعليمات. انا ممكن العب 4-2-3 لكن حسين الشحات وجونيور اجاييه لازم يجي تعليمات الكوره انتهت صحيح، يعني اسرع من البرق تنزل عشان النقطه اللي الكابتن عليها. هم عملوها على فكره ماتش بيراميدز شفناها كلنا وعلقنا عليها مظبوط، وحتى باقل بعدد اقل من اللي كنا بنلعب نقص عدد. طب وده مش بيأثر عليهم في شكل الارتداد او شكل الكونتر اتاك بتاعنا؟ كابتن انا معاك يعني، بس انا لاعب زي حسين الشحات لازم ابقى فاهم كويس قوي المباراه الكبيره. ما عشان كده هنرجع بقى تاني، المباراه الكبيره للعيبه الكبيره فرديات طبعا التفاصيل مهمه جدا. فانا حسين الشحات ممكن مباراه اقول له لا علق ما ترجعش، ومباراه اخرى اقول له لا انت لازم تنزل مع بتاعك. جونيور اجي لازم تنزل مع الباك بتاعك، لان هيعملوا بقى الحته اللي انت عايز توفر وعايز تعمل سبورت. تعمل سبورت اللي هيعمل السبورت ده الواجبات بتاعه حسين الشحات وجونيور اجي. وكمان حاجه تانية بقى شغل جماعي، بمعنى احنا النهارده اتقطعت مننا الكوره او خلصنا، ايه دور الفريق؟ هل هرجع؟ لازم مروان طبعا، لازم مروان يرجع وتلعب على الاقل في تلتين ملعب، ما تفضلش فاتح الملعب، لان طبعا هم عندهم دي وهتشوفها النهارده. اول ما هيفقدوا الكوره وهم بيدافعوا هتلاقي الفرقه كومباكت في 25 متر ونازلين تحت نص الملعب، شوفوا بيلعب على ملعبه. بس هتشوفها النهارده هتلاقيهم هم كده في مباراتهم كلها، ضيقوا المسافات كلها. رجاء، ترجي، وداد، كل الفرق دي بتلعب بالاسلوب ده. فدي مهمه جدا ان احنا كمان لازم نعملها، ده ما بالك بقى احنا بنلعب بره ملعبنا. فانا مش بقى يعني طبعا متفق مع كابتن علاء والكابتن شريف في حته هل نلعب باثنين ولا نلعب بثلاثه، بس الاهم هي الواجبات الدفاعيه. الواجبات الدفاعيه اللي هي الحته اللي خايف منها الكابتن شريف او كابتن علاء خايفين منها، انا مهم جدا تعليماتي وتوظيف اللعيبه دي النهارده مهم جدا. بس ممكن نشوف قفشه مثلا ضامن مع عمرو السوليه واليو ديانج في القلب، يعني قفشه ممكن ينزل يملى في وسط الملعب كناحيه استحواذ اللي الكابتن قال لك عليها، واللي هي انا شايفها ايجابيه ولازم تبقى موجوده، حته حد يمسك وسط الملعب بالزبط. يمسك الكوره في وسط الملعب بالزبط. يبدا يوزع لك لعب، يبدا يستحوذ في وسط الملعب عشان تنقل هجمتك بالزبط. لان انت لو جيت نقلت نقله 2-3 واتقطعت هتفضل تاني في وضع دفاعي تاني، لكن انت مهم ان انت هجماتك تكمل صحيح. فقفشه نزوله في وسط الملعب مع ديانج والسولية هيبقى بقدر مش دفاعي، هو هيبقى بقدر ان يبقى قريب منهم عشان ينقل، يبقى حلقه الوصل عشان ينقل على حسين الشحات، يبدا يحط على مروان، يبدا يلعب يطلع جونيور اجيه، ونبدا نطلع بالتيم بتاعنا يعني. وده مهم جدا ان انت يعني وانا بدافع كويس قوي وقوي جدا في الدفاع، طب انا بعد ما قطعت الكوره ان ما عرفتش اطلع صح وانقل نقلتين 3-4 عشان يبداوا يفتحوا لي بعيد عن الضغط وابدا اطلع من طرف من الاطراف، هتفضل في وضع دفاع على طول، وده صعب جدا. وفرقه الوداد برضو بالمناسبه من الفرق اللي بتضغط كويس جدا، اذا كان ايمن حسوني او كارتي وليد الاثنين دول بيضغطوا كويس جدا في وسط الملعب. عندهم معدلات ضغط وجري كويس، هم اصلا مش لعيبه نص ملعب هم يعني هم اصلا فيهم راس حربه موظفين ولاعيب رقم 10 وهم متوظفين كده بالظبط، هم لعيب الكوره لعيب اوريدي عندهم مهارات هجوميه زواكر يعني. كابتن عادل يا كابتن ايمن اتكلم عن كابتن علاء، بس كابتن علاء بس الاول بس علاء طيب لا فكرني بحاجه فكر يا اخي وجهه نظره وانت على فكره كابتن علاء كل واحد ليه، احنا اتفقنا قبل كده في الكوره ما فيهاش حاجه غلط صحيح، كل واحد عنده منظور، وانا قدراتي غير قدرات حضرتك غير قدرات الكباتن، كل واحد عنده قدرات مش قدر يعني قدرات، هو بيفكر ليه طريقه تفكير، فمش كويس. بالتالي مش لازم كلنا متفقين، ده شيء مفروغ منه تماما. ده شيء مفروغ منه تماما. ولا ما كنت شفت المدرب اللي بيلعب زون بس انا اول مره في حياتي سوري عادي اول مره في حياتي أبقى عايز أعمل التلاتة دول اللي في نص الملعب، مش عشان حاجة، عشان شكل هجوم الوداد بيبقى عامل إزاي. أنا عمري أنا موافق على اللي هو عامله جاي، بس بالمعطيات هيقول لك عليه بقى بالمعطيات اللعيبة اللي موجودة في توظيفها بقى وتنفيذها
كابتن ايمن هتسالني ولا هقول لك على طول؟ لا ده انا بكلمك على التشكيل اللي رايك في تشكيل النادي الاهلي. لا انا قلت على التشكيل هو يعني هو عادل سبق سؤالك. انا سؤالك ايوه التشكيل فاجئني ولكن ممكن يكون مستر موسيماني طمعان في المباراه من هنا. على فكره مش عيب, حاجه كويسه جدا, واحنا اتفقنا كلنا مبدئيا ان الراجل عمل شغل كويس جدا جدا في الثلاث مباريات اللي مسكهم, وبقى ليه باص مع الفريق وكسب تعاطف الناس كلها, وده شيء مفروغ منه. انا مش عايز ابقى يعني انا مش من الناس اللي مش المتشائمه بالتاريخ لورا شويه, مش شرط لما يكون عندي لعيبه كويسه هجوميا تتوظف كلها في نفس الوقت, بدليل ان انا في مباراه سان داونز يعني اتمنى ان يعني مثال كان عندي رمضان صبحي وكان عندي جونيور اجاي, عندي اتنين كبار في حد من ناحيته ضربنا كتير يعني رمضان ضربنا من ناحيته كتير, فمش يعني هتفق مع كابتن علاء في الطريقه ماشي. ما عنديش مشكله خالص ان انا اغير الطريقه, بس الافراد اللي تكون موجوده في الطريقه تبقى مناسبه للواجبات الوظيفيه لكل مركز وتكون مناسبه للفريق اللي هلعبه للخصم. ما انا برضو خلينا نتفق ان احنا ما بقاش فيه زي زمان بره وجوه والكلام ده, وكمان في عدم وجود الجماهير المباراتين هيبقوا شبه بعض مزبوط. يعني لو انت قفلت التلفزيون يعني ما بتتفرجش مش تعرف المباراه دي في المغرب ولا في القاهره, مش فارقه, خلينا متفقين صح. على دي, ولكن الهفوه في عدم تاديه الواجبات هتكلفك كتير في الفرقتين. ليه؟ لان القدرات مختلفه عن قدرات الدوري المصري ايوه, ومختلفه عن قدرات الدوري المغربي. خد بالك في هم برضو في الدوري المغربي بتلاقي بديع اوجده معلق مظبوط ورا الباك ليفت, وبتلاقي اسماعيل حداد معلق, وبتلاقي فيروب معلق صحيح. لو عمل ده مع الاهلي يعني خير وبركه, جميل جدا. احنا ده انت استغل ما اعتقدش عادل ممكن يعمل كده. ما انا بقول هو ده اللي بقول ايوه احنا كده متفقين فهو ده انا بقول عليه ان مش لازم ان انا اللي بعمله هنا ينفع هو اللي عمله هناك بالظبط. انا بقى في متفق مع كابتن علاء ان لو هلعب بالطريقه دي ان في اشخاص ثانيه تبقى موجوده في اشخاص ثانيه تبقى موجوده. وانا رايي كمان برضو بضيف على الكباتن هم قالوا احمد فتحي وبادجي, وانا بضيف كمان وليد سليمان, ان وليد سليمان اكتر لعيب, شوف هو اكبر لعيب سنا وهو الهداف الفريق, اكتر لعيب بيعرف يعمل واجبات الدفاعيه في لعيبه نص الملعب الهجوميين وما كنتش انا يعني جدا كمان ما كنتش انا كمان اتفق مع الكباتن وكان لي وليد سليمان ودوره مؤثر جدا اكتر لعيب في الفرقه بيعرف يعمل الواجبات الدفاعيه صح. وانا كمان ممكن اقسم مباراه لو مش هدي مباراه ولو اديته كمان 90 دقيقه ما فيهاش مشكله. ليه؟ لان هو يعني المباريات اللي لعبها بعيد عن بعض يقدر يلعب يديك 90 دقيقه ويهدى تاني وتريحه والشكل ده محتاجه بقى وتديه كمان وكمان في حاجه تانيه كنت ممكن استغلها جدا, ما عنديش جمهور, محتاج قائد جوه الملعب, محتاج حد يديني باور جوه الملعب يديني روح أي. وليد يديك ده حتى لو ما اتكلمش ممكن بتاكلينج بيعرف يتعامل فيها يطلع جامب في حاجات حتى في الكور الهجوميه كور الروح بس الناس فاكره ان الروح وانت بتدافع بس لا الروح كمان لا في الكور الهجوميه انت ممكن تبقى كوره بينك وبينها 10 متر وعندك روح تروح تجيب الكوره وتجيبها وتجيب جول فدي الروح والثابته فالروح مش عند اللعيبه اللي هم اللي عندهم قوه بس وروح لا اللعيبه الروح برضو عند اللعيبه المهاجمين الحريفه اللي عندهم روح مختلفين يعني في لعيب بيبقى ليزي جدا معايا يعني لعيب كوره كويس قوي بس ما عادي الامور مش يعني كلها زي بعض غير وليد سليمان لا مش كده فانا برضو كنت اتمنى لو انا هلعب كده العب وليد سليمان. طب ما انا بقول لك حاجه هو ممكن يكون طبعا المدير الفني بيبقى حاطط كذا سيناريو طبعا تخيلي احنا كابتن ايمن قدام اتفقنا بدون قطع كلام حضرتك انا يعني معلش انا فاهم السؤال انت فاهم طبعا السؤال فهو كل واحد زي ما اتفقنا ليه رؤيه كويس وكل واحد وطبعا اللي جوه المطبخ التحليل اسهل كتير جدا من التدريب عشان بس نبقى التحليل مزبوط. انا ممكن اديك 400 حاجه التدريب اصعب بكتير جدا صح. وعنده حاجات وممكن يكون هو لعيب اشتكى له في وقت قبل المباراه على طول صح. وانا ما اعرفش وانا عمال اتحمل عليه احنا بنتكلم على حاجه احنا شفناها بقالنا من بعد ما رجعنا من الكورونا احنا عارفين ان احنا عندنا في حتت فيها ديفوهات عندنا في الفريق هو ده بنتكلم عليه لكن انا ما بتكلمش على النهارده ليه كده يعني هو مش من يوم وليله احنا بنتكلم من بدري من اول ما كان فايلر كان موجود كنا عمالين نتكلم محتاجين نحمي الاجنحه اهم حاجه في فرقه الوداد فدي بنتكلم فيها اتمنى ان احنا بمناسبه ان انت كنت بتتكلم عن اسماعيل حداد وبتتكلم عن وليد سليمان برضه لو بصينا على الشاشه بص هنشوف بقى الفروقات بين وليد سليمان واسماعيل حداد نجوم الفرقتين صحيح بص بقى التصويب مثلا على المرمى وليد سليمان 21 من 43 وفي المركز طبعا نص ملعب وسط ملعب مهاجم وليد سليمان لعب 28 مباراه اسماعيل حداد لعب 21 مباراه وليد سليمان جاب 8 اهداف اسماعيل حداد جاب 7 اهداف
يعني عشان تبقى منصف. 21 تصويب على المرمى من 43، اسماعيل حداد 16 من 38، تمريرات صحيحه 80%، وليد سليمان 69%، اسماعيل حداد 10 تمريرات بينيه صحيحه لوليد، 18 لاسماعيل حداد. هو كامل المباريات ده خادع، لان وليد سليمان ما بياخدش 90 دقيقه طبعا، عدد المباريات ده ممكن يخدعك. انا ممكن تلاقي وليد لعب 10 دقائق، ربع ساعه، ثلث ساعه، احنا قلناها قبل كده. فلو جبت عدد الدقائق هتلاقي اسماعيل حداد اضعاف اضعاف. مظبوط. وخلينا نتفق ان وليد سليمان ما فيش حد يجي جنبه ارقام واداء وخبرات دلوقتي في افريقيا. هو ما عليه بس ان هو بيعمل استشفاء كويس وناس تعرف تستخدمه كويس، لكن وليد سليمان عمله نادره ما تقدرش يعني ما تقدرش تستغنى عنها. صح. فانا كان رايي ان موجود النهارده مفيش جمهور، محتاج لعيبه جوه الملعب، لعيب قائد جوه الملعب يديك الباور. فيعني كلنا بنتمنى المكسب للفريق، كلنا بنتمنى بكل واحد بشكله. ممكن يكون مثلا مستر موسيماني شايف ان هو دوره مؤثر اكتر في الشوط الثاني لما بينزل. وارد 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 جدا، بس هو في البدايه، البدايات المباريات دي ما بتبقاش فيها الريسك الاول. البدايات فيها يكون الامان الاول، ما بقولش تحفظ، عدل الامان، ثم الخطوه الثانيه. ما ينفعش اخد الخطوه الثانيه الاول وارجع اقول يا نهار ابيض ده انا كده وقعت بقى، فهبدا احاول اعدل. هو انت قصدك كان ان مثلا اسلوب او طريقه اللعب بالتشكيل دوت ينفع مثلا في مصر جدا مباراه العوده، ولو لعب غير كده في لو هو محتاج نتيجه المباراه في مصر لازم يلعب كده، لازم يلعب ولو انا كسبان في مصر، لو انا كسبان في مصر ومحتاج ان انا اجيب الفرقه عليا عشان اعمل عليها كاونتر اتاك، اللي لا، احنا لعبنا مباراه كايزر تشيفز. صح. الاهلي، انا اسف ان انا طولت، لا الاهلي الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي في السوبر الافريقي. كمان والجوزيه كان ماسك الفرقه. أي. احنا رايحين ان احنا هنلعب بالفرقه ونلعب بفرودين، لعبنا من نص ملعب. قعدنا اسبوع نتمرن بنلعب نص ملعب، ونهائي افريقيا مع فرقه مش بطل دوري ابطال افريقيا. أي. ومش فرقه ما كانتش مصنفه رقم واحد في افريقيا، في جنوب افريقيا، وانت بتلعب في ملعبك في استاد القاهره واستاد مقفول. فانت يعني كل المعطيات بتقول ان انت تمسك الفرقه دي من اول دقيقه ضغط ضغط. احنا من اول دقيقه بنلعب زوم من نص ملعب وكسبنا 4-1. ايوه فيعني هي ليها المعطيات كتير. صحيح. عايز اقول لك بس حته وليد سليمان مع موسيماني، اول ما جه سال عنه وراح مبتدي بيه مباراه انبي، ابتدى بيه المباراه. يمكن وليد سليمان ما كانش متوفق قوي. أي. في ال 45 دقيقه او ال 30 دقيقه الاولانيين، فهو شكله مع التعامل مع وليد سليمان قال انا باخد الماكسيمم من وليد. أي. في الشوط الثاني او في لحظات كتير قوي من المباراه. واعتقد ان هو فكر بالشكل ده يعني. هو ده كان متوقع، لان هو كان متوقع ان وليد مش هيظهر، وليد مش هيظهر بالشكل الكويس في مباراه ام بي، لانه كان بقاله فتره مع فايلر. كابتن يوسف انت كمان كان ليك وجهه نظر، بس هنتكلم فيها. هنروح الاول تقرير عن المباراه، وبعدين نطلع لفاصل، وبعدين نرجع نستقبل دكتور احمد ثابت والحديث عن لغه الارقام بين الاهلي والوداد. ارجوكم انتظرونا. يخوض الأهلي مساء اليوم السبت مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على الوداد المغربي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويدخل الأهلي المباراة رافعا شعار تحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء العودة الجمعة المقبل باستاد القاهرة من أجل قطع خطوة هامة نحو المباراة النهائية. واستعاد المارد الأحمر خدمات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الذي عانى من إصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر ضد المقاولون العرب في الدوري. كما استعاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني خدمات أيمن أشرف مدافع الفريق، بجانب انضمام الثنائي التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو داكوستا من المشاركة مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي. ودرس بيتسو موسيماني اللعب بأكثر من طريقة في لقاء اليوم، أهمها الطريقة المعتادة 4-2-3-1 لعمل توازن بين الدفاع والهجوم. كما درس إمكانية اللعب بثلاثة مدافعين في وسط الملعب، وهم الماليو أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، على أن يلعب أمامهم الثنائي حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاييه. وحذر موسيماني مدافعي الأهلي من خطورة رباعي هجوم الوداد وليد الكرتي وإسماعيل الحداد وبديع أوك وكزاديك سينجو، مطالبا لاعبي الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمي الفريق المغربي قبل الوصول لمنطقة الخطورة الحمراء. في المقابل
يسعى الوداد والذي خسر لقب الدوري المحلي منذ أيام قليلة أمام غريمه التقليدي فريق الرجاء وبفارق نقطة وحيدة، يسعى للخروج بنتيجة مريحة قبل موقعة القاهرة الصعبة، حيث يدرك الفريق المغربي أن بطل القرن الإفريقي خصم ليس سهلا سواء بالمغرب أو القاهرة. أما عن تاريخ مواجهات الفريقين فالتعادل هو السمة الرئيسية، حيث لعب الفريقان 8 مباريات، فاز الأهلي بمبارتين وفاز الوداد بمبارتين، وتعادل الفريقان في 4 مباريات، حيث سجل الوداد في مرمى الأهلي 8 أهداف وسجل الأهلي 8 أهداف في مرمى الوداد. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بدكتورنا العزيز دكتور احمد ثابت ولغه الارقام. اهلا وسهلا ازيك يا دكتور، منورنا. ده نور حضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك، واكيد شرف ليا التواجد معك كوكبه دي كابتن محمد وكابتن علاء. منور يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. طبعا يمكن هنبدا بتشكيل الوداد النهارده، يمكن بيلعبوا زي ما قلنا قبل كده ان هم بيلعبوا 4-1-4-1. في حراسه المرمى احمد رضا التجناوتي، في حراسه النهارده المفاجاه شويه في قلبين الدفاع عندهم، يحيى جبران اللي هو كنا بنقول ان هو بيلعب ارتكاز دفاعي في وسط الملعب النهارده بادئ مساك، وجنبه ابراهيم نجم الدين. ابراهيم نجم الدين برده بقاله فتره ما بيلعبش، يحيى جبران كان بيلعب مساك، فدي اعتقد هتعمل لخبطه، بالتاكيد اول مره يلعبوا جنب بعض اصلا، فهتعمل لهم لخبطه اكيد في حته في الدفاع، فاكيد ان ممكن يكون مسوماني بادئ بالخطه الهجوميه دي عشان يفاجئهم ويحاول يخطف في المباراه يعني، ونحاول ان شاء الله ان احنا نكسب يعني او نرجع بنتيجه ايجابيه. عبد اللطيف نصير زي ما هو في الباك اليمين، يحيى عطيه الله ظهير ايسر. المفاجاه الثانيه وجود ابراهيم النقاش، ده 38 سنه اكبرهم، بقاله فتره برده ما بيلعبش، وحطه كنوع من الخبره في التامين الدفاعي قدام الاثنين المساكين، ده برده بقاله فتره وسنه كبير، اكيد معدل البدني بتاعه بدنياً مش كبير، اعتقد يعني الحته دي المشكله العمق الدفاعي هيبقى فيه مشكله واضحه النهارده في الفريق الوداد، ان شاء الله نقدر ان احنا نستغلها يعني. ان شاء الله. اللي قدام وليد الكارتي وايمن الحسوني، اثنين صناع العاب، وناحيه الشمال اسماعيل الحداد وبديع اوك. برضو التغييره يعني هو عامل تغييره في خط الدفاع وتغييره في الارتكاز وتغييره في المهاجم. راس الحربه النهارده ليفواري جونيور بيبدا مكان كازادي كاسونجو. كازادي كاسونجو اللي كان المهاجم الاساسي في البطوله كلها، جونيور ده اول مباراه بيبداها في البطوله، لعب مرتين كبديل. جونيور يمكن كازادي عليه انتقادات شويه في المغرب في الفتره الاخيره، وممكن يكون عشان راجع من مباراه قدام المغرب والكونغو كانت يوم الاربعاء، ففضل ان هو حته جونيور عشان برضه السرعات، واكيد هو اتفرج على النادي الاهلي وعرف نوعا ما ان في بعض يمكن يكون في هو شاف ان في نقاط ضعف في خط الدفاع، فحاول ان هو جونيور حطه كنوع من السرعات ان هو يقدر يستغلها، خاصه ان جونيور مسجل في المباراه الاخيره قدام الفتح الرباطي مع الوداد المغربي. وده امكانياته الجسمانيه كويسه؟ لا كازادي اقوى، ده اسرع، ده عنده السرعات اكتر. أيوة. كازادي اقوى واطول وضربات الراس، ده اسرع وعلى الارض اكتر، بيلعب على الارض، التاني بيلعب على الهواء اكتر. تمام. يمكن اول حاجه برضو معانا رقميا النادي الاهلي النهارده ديت رقم 16 بيوصل لنص النهائي، هو صاحب الرقم القياسي في الوصول لنص النهائي، ان شاء الله لو وصلنا نهائي هنبقى هنعزز رقمنا القياسي في النهائي، هنبقى 13 مره، حصلنا على اللقب 8 مرات، الوداد النهارده المره السادسه وصل للنهائي 4 مرات، حصل على اللقب مرتين. يمكن هنتكلم على بعض التفاصيل الصغيره اللي ممكن تصنع الفارق، طبعا بالاضافه طبعا لكلام الكباتن هم اوفوا يعني واتكلموا على كل حاجه في المباراه، التفاصيل الصغيره اللي هي ممكن تاثر شويه في نتيجه الماتش. اول حاجه معانا الاجنحه، النهارده الفرقتين اللي هيبقى الجناحين بتاعهم هيدافعوا بشكل كويس، وفي نفس الوقت الكره الدفاع وبعدين هجوم، الدفاع وبعدين مرحله التحول من الدفاع للهجوم وبعدين الهجوم وبعد كده مرحله التحول من الهجوم للدفاع، وبالتالي الاجنحه بتاعته هتدافع بشكل كويس، اعتقد ان هو هيصنع الفارق، ده مهم جدا. ليه؟ لان خطوره الوداد في الاطراف، في بديع اوك والحداد. اول مقارنه معانا في بنستعرض بعض الارقام في المقارنات ما بين بديع اوك وحسين الشحات، هنلاقي ان يمكن المقارنه طبعا بديع اوك لعب 9 مشاركات، حسين الشحات ده في دوري ابطال افريقيا، الاثنين نفس الارقام على مستوى التهديف وعلى مستوى الصناعه، على مستوى صناعه الفرص الاثنين برضو متقاربين، على مستوى معدل المحاولات هنبص نلاقي طبعا بديع اوكو هو اكتر لاعب صانع فرص في فريق الوداد، واكتر لاعب عامل محاولات على المرمى في الفريقين، لاعب خطير جدا اللي هو دايما بيبقى معلق ورا معلول، ده مهم جدا. النهارده هو ما بيدافعش، حتى ارقامه الدفاعيه التاكلينج الصحيح بتاعه 4 من 10،
التدخلات الدفاعية بتاعته 4 من 10، يعني ده ثابت قدام على طول، ثابت قدام على طول. فده هنا يعني نوع مغامرة موسيماني شوية ان هو بيهاجم، وهل ممكن نشوف ان هو مش مدي مثلا تعليمات لمعلول ان هو ما يزيدش كتير؟ ده اللي هنشوفه يعني، لان يعني الدور الدفاعي بتاعه ضعيف جدا مقارنه بالشحات، اعلى بكتير. لكن على المستوى الهجومي هو ارقامه عاليه قوي، يعني على المستوى الهجومي هو يعتبر اعلى من اجنحه الوداد والاهلي كمان، على مستوى التهديف وعلى مستوى الصناعه وعلى مستوى المحاولات هو الاعلى. لكن على الدور الدفاعي هو اقل جناح في المقارنات اللي هنستعرضها. على الشحات طبعا ارقامه الدفاعيه كويسه جدا، وزي ما قلنا الاجنحه اللي هتدافع بشكل كويس هي اللي هتصنع الفارق. مهم جدا في دوري ابطال افريقيا في المباريات دي ان الاجنحه تدافع، زي ما كان كابتن محمد بيقول ان هو في البطوله كان بيدي تعليمات مثلا الشيف عبد الفضيل ان هو ما يزيدش. ده مهم جدا، ممكن تلعب 4-2-3-1 ولكن تخلي الاجنحه ترجع وتدافع، دي حاجه مهمه جدا. لو بصينا على الصوره اللي بعد كده، الخريطه الحراريه، تاكيدا لكلام حضرتك ان هو دايما بيبقى زايد وما بيرجعش. بص حضرتك ده في الحاله الهجوميه بتاعتهم، بص حضرتك دي التحركات بتاعته اللي هي الحمراء دي اكتر ما اماكن بيقف فيه، ده ما بينزلش نص ملعبه خالص. بنتكلم على بديع اوك، ما بينزلش خالص، وبالتالي الحته دي اللي ورا علي معلول محتاجة مين اللي هيساعد، يعني الكباتن لو حد مين اللي هيقدر يساعد اللي هو في 4-2-3-1. دي اول نقطة، دي نقطة كنا بنتكلم فيها من بدري قوي. من شهر. المشكلة مش بديع بس، المشكلة في اللي بيجي من تحت. يعني عبد اللطيف نصير ده اكيد الدكتور هيكمل فيها، مش عايزين ندخل له في شغله، بس هو عبد اللطيف نصير ده برضه بيزيد كتير جدا. بيزيد وبيعمل كروس من اي حتة في الملعب. فالحتة دي كلها، دي التحركات الحمراء دي دليل ان اللاعب بيبقى دايما في التلت الاخير من الملعب في ظهر علي معلول. دي خريطة بتأكد تحركات بديع اوك. هنبص بقى على المقارنه اللي بعد كده، الحداد واجاي الناحيه الثانيه، جونيور اجاي واسماعيل الحداد. اسماعيل الحداد يعتبر احسن جناح بيدافع في الوداد، بص ارقامه الدفاعيه هتلاقيها اعلى من لعيبه الاهلي ولعيبه الوداد. التاكلنج الصحيح بتاعه 1.8، دول اهم رقمين، يعني احنا بنركز على الارقام المهمه اللي هي التاكلنج صحيح والتدخلات الدفاعيه، بيعدي الواحد مع انه تقريبا مش صغير، 30 سنه هو 28 او 30 30. فطبعا مش صغير، بس هو ارقامه الدفاعيه عنده خبره، وعنده كمان رقم مميز، هو اكتر لاعب في البطوله عامل مراوغات ناجحه، لعيب مهاري قوي بيقف على كورته بشكل كويس وبيحولهم من الدفاع للهجوم بشكل كويس، وهو عنده مستين، رقم واحد التهديف، وصل لسبع اهداف في الدوري السنه دي، والحاجه الثانيه التحركات القطريه بتاعته اللي هي ما بين محمد هاني وما بين ياسر ابراهيم لازم مزبوط. ما يكونش فيه سرحان مزبوط. في التحركات القطريه لما بديع اوك دايما اللعبه بتاعتهم، بديع اوك بيبقى ناحيه اليمين في ظهر معلول مزبوط. بيعمل العرضيه، اسماعيل الحداد بيقطع للعمق، ده مهم جدا النهارده يكون الدفاع صاحي للحاجات دي كلها. ارقام جونيور اجاي طبعا احرز اهداف، يمكن الاجنحه كلها في الفرقتين مش معديه الهدفين، ودي ارقام برده مش جيده بصراحه في الفرقتين، لازم الجناح يجيب اهداف اكتر من كده، يعني احراز اهداف للاثنين سواء اجاي سواء الشحات سواء الحداد او اوك، دي ارقام مش عاليه قوي. صناعه الاهداف صنع هدف واحد بس، صناعته للفرص 6 من 10، معدل المحاولات على المرمى 1.5، اجاي اعلى. العرضيات اسماعيل الحداد بيعمل 1، المراوغات الناجحه يعتبر اجاي من احسن اللعيبه في المراوغات في النادي الاهلي 1.5، طبعا الحداد مهاري جدا 3.5. التاكلنج صحيح الدور الدفاعي عند اجاي مش وحش، والحداد طبعا عالي جدا في الدور الدفاعي. هنبص برضو على الخريطه الحراريه بتاعه الحداد، زي ما قلنا الخريطه الحراريه بتاعت اوك، هنبص على ادي الخريطه الحراريه بتاعت اسماعيل الحداد، هنلاقي ان هو يعني برضو بيدافع بشكل كويس وما بيتقدمش قوي زي التاني، يعني هو بيرفع بيبقى في الحته دي اكتر، يعني هو ما بيزيدش قوي لزياده الخط لاخر الخط عكس بديع اوك اللي بيبقى هنا اكتر، بيدخل لجوه اكتر، بيدخل لجوه اكتر. هي دي الفكره، ان هو بيعمل كتري كده وبديع اوك بيديله العرضيه، هو بيدخل جوه لما يكون في عرضيات من ناحيه بديع، لما يكون في عرض. هو كمان بقى مميز بحته العاب الراس، العاب الهواء، هو زمان ما كانش عنده الميزه دي، في الموسم ده بقى متطور قوي في الحته دي. يبقى دي اول نقطه معانا اللي هي الاجنحه. النقطه الثانيه يعني بعض التفاصيل الصغيره اللي هي زي الضربات الركنيه، نقطه ضعف الوداد المغربي الضربات الركنيه، ده اللي لاحظناه في الاحصائيه بتاعت ان هم ازاي استقبلوا 6 اهداف مع جاموندي المدرب الارجنتيني في اخر 8 مباريات، استقبلوا 3 اهداف من 6 من يعني 50% من اهدافهم من ضربات ركنيه. لو استعرضنا الهدف بتاع الضربه الركنيه هنلاقي ان هو مفيش رقابه، بص حضرتك، لا الهدف اللي بعد ده، الهدف اللي بعد ده 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 دي كوره بتاكد تحرك اسماعيل الحداد اللي هي في التحركات ده، بديع اوك طبعا بيحضر، ده كزاري، لكن طبعا الثاني اللي مش هيبدا النهارده هيبدا جباكبو عشان حته السرعات، ده معناه ان هو يلعب، ممكن يلعب زون، ممكن يلعب هو حاطط سرعات، ممكن يلعب زون ما يلعبش، هو ما بيضغطش عالي خالص. ما انا بقول لك هو بس بيبقوا شويه بيبقوا يعني الكارتيو والحسوني شويه بيبقوا قدام
قدام نص ملعب شويه يعني ورا المهاجم ورا المهاجم على طول اعتقد لو في مهاجم سريع ممكن يرجع شويه 10 متر كمان ولا حاجه نص ملعب. دي التحركات بتاعت اسماعيل الحداد. لو استعرضنا الفيديو اللي بعده هنبص بقى على نقاط ابرز نقطه ضعف عندهم الضربات الركنيه. لازم ده الهدف اهو. بص حضرتك التحرك بتاع اسماعيل الحداد اللي هو بيقطع ما بين ياسر ابراهيم ومحمد هاني. ده الضربه الركنيه. بص الرقابه وبص احمد رضا التكناوتي حارس المرمى بتاعهم. دي نقطه ضعف واضحه عندهم بسهوله قوي الضربات الركنيه. النهارده لازم نستغل التفاصيل دي. لازم يكون في تكتيك في التمرين على الضربه الركنيه يخلص لك ماتش وترجع بواحد صفر. طبعا دي حاجه مهمه جدا الضربات الركنيه خاصه ان انت بتلاعب فريق اصلا في التمركز في الضربات الركنيه ضعيف. فدي نقطه مهمه وخاصه ان قلبين الدفاع بتوعهم الاساسيين اشرف داري وكمارا مش موجودين. ايوه فالنهارده برده ممكن يكون وجود مروان محسن عشان ضربات الراس. مروان عنده ميزه ضربات الراس. مروان النهارده لازم يستغل الفرصه دي تلعب على اثنين مساكين مش بنفس القوه دي. لازم ان انت تقدر تيجي تسجل ولازم تبقى ان شاء الله تثبت يعني نفسه في مباراه زي ديت. وهم كمان اعتقد داخل فيهم 28 جول يمكن معظمهم من القلب. من القلب فعلا ومن الاطراف من الكرات العرضيه ومن الضربات الركنيه. دي نقطه مهمه جدا. النقطه اللي بعد كده لو جبنا برده تشكيل الوداد نقطه يعني لو الكباتن برده يتكلموا معنا فيها اللي هي معركه ده برده الاحصائيه اللي بتقول ان هم 3 اهداف من 6 ضربات ركنيه ماشي. النقطه المهمه جدا يعني 50% رجع ارجع كده استاذ سمير ثابته ما بيقفش حد على القوايم خالص. لا لا انا بتكلم على 50% 50% من ضربات ركنيه 3 اهداف من 6 من 6. في نقطه مهمه برضو عايز اخد راي حضراتكم فيها. اعرض التشكيل كده يا استاذ سمير. هنبص ان هو النهارده بيلعب بابراهيم النقاش كارتكاز واحد. هل موسيماني بادئ ب 4-2-3-1 عشان يخلي مثلا انا بشوف ان موسيماني مثلا بيتحضر اللعب بيخلي الاجنحه بتاعته تنزل تستقبل الكره في العمق هنا دايما. فهل هم هينزلوا يستقبلوا الكره في العمق فهو عايز يستغل الفجوه الموجوده في وسط الملعب المساحات الموجوده في وسط الملعب. ابراهيم النقاش بيلعب لوحده أيوة. ومفيش حد بيدافعه وسنه كبير كمان وسنه كبير وبالتالي انت عندك فرصه كويسه جدا النهارده ان اجاي ينزل يستلم من العمق والناحيه الثانيه حسين الشحات ينزل يستلم. الحته دي فاضيه كلها فممكن يكون وقفشه يعني هو عايز يشغل النقاش بقفشه وده زي ما قال الكابتن علاء الاستحواذ مهم جدا في الحته دي. طبعا والمساحه الموجوده في وسط النهارده اللي هيسيطر على وسط الملعب ويستغل المساحات الموجوده دي حاجه تفصيله صغيره مهمه جدا بتفرق خاصه ان هم بيلعبوا بابراهيم النقاش. فانت ممكن يكون موسيماني ما رضاش يبدا بال 4-3 ويلعب نوع من الارتكاز الدفاعي. هلعب بطريقتي والعب بالاستحواذ واستغل المساحات دي لان المساحات دي اللي هتفرق النهارده في المباراه يعني حسين الشحات لو في حالته وجونيور اجاي لو بيستلم وبيدخله وبيطلعه معلول دي هتبقى حاجه مهمه جدا. بس النهارده تحفظ في خروج معلول المساحه اللي هتبقى صح. وراه صح دي حاجه مهمه ولو الاثنين دخلوا جوه الملعب الادوار الدفاعيه هتبقى عند مين لو جونيور وحسين دخلوا جوه الملعب بيشتغلوا على طول جوه الملعب في الارتداد الدفاعي بقى هيبقى اليو ديانج. ايوه اليو ديانج بس اليو ديانج والسوليه بس وبتتكلم في 4 هيبقوا على 4 لعيبه وكمان ممكن يبقى عليهم كمان الاطراف الاجنحه ممكن تدخل جوه الملعب يعني اسماعيل حداد بيدخل جوه الملعب والاثنين الباكين يحيى عطيه الله وعبد اللطيف نصير هيبقوا زياده معنى كده انت هيبقى عليك زياده في نص الملعب. طبعا هيبقى في زياده وبالتاكيد بس هو ممكن يكون ده نوع من الاستحواذ يعني عايز افرض شخصيتي انا النادي الاهلي عايز استغل الغيابات ممكن يكون الراجل شاف كده ان هو في غيابات موجوده عندهم عايز اضغط عليهم وعايز ارجع بالمكسب. ده وده برضه نوع من المغامره وفكر مدرب ان هو فكره هجومي عايز استحوذ اكتر عايز استغل المساحات دي واكيد هو لاعبهم كتير وعارف ان في فجوات كتير يعني في وسط الملعب وخاصه حتى يعني النهارده لازم مروان يثبت نفسه في ظل الغيابات الموجوده. ويحيى جبران ده رقم 8 اصلا بيلعب 8 اصلا رقم 8 زي السوليه اصلا ما بيلعبش مكانه ده اصلا مش مكانه اصلا مش لعيب خالص مش لعيب 8 اصلا مش 6 كمان يعني مش 6 مظبوط. الحاجه الثانيه برضه زي ما قلنا برضه التفاصيل اللي هتفرق الغيابات في خط الدفاع العمق الدفاع بتاعه النهارده هيبقى كويس. النادي الاهلي في الفتره الاخيره بيدخل فيه في دوري ابطال افريقيا في المباريات الكبيره تحديدا تلاقي فيه اهداف دايما في العمق دايما تلاقي عرضيه كده في العمق من مثلا من ورا ايمن اشرف او دي المهم جدا ان انت تستغلها يعني تقفلها النهارده عكس الوداد برضو الوداد عندهم مشكله في العمق وبالتالي اللي العمق الدفاع بتاعه هيبقى كويس هيقدر يساعد فريقه ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه. الحاجه اللي بعد كده استغلال الفرص زي في المباريات ديت لازم اللعيبه على فكره النادي الاهلي مضيع 10 فرص في البطوله حتى الان من اكتر الانديه تاني اكتر نادي مضيع فرص في دوري ابطال افريقيا صح. الوداد مضيع 8 لازم من اكتر لعيب مضيع في النادي الاهلي جونيور اجاي مضيع 3 فرص اكتر لعيب مضيع في الوداد بديع اوك مضيع 3 فرص لازم النهارده نستغل الفرص قدر الامكان. برضو في نقطه بعد كده معانا اللي اعصابه هاديه دي حاجه مهمه جدا ما ينفعش اشغل نفسي بالحكم حكم حلو الحكم وحش لا لازم اللي اعصابه هاديه اللي هيسيطر اول ربع ساعه ويستحوذ على كورته دي اعتقد ان هي هتفرق بشكل كويس جدا. دي نقطه مهمه لو في اسئله عند الكباتن
هي اسئله على الارقام. انت موافق على اسلوب اللعب اللي احنا هنلعبه النهارده بالتشكيل ده؟ هو بالنسبه يعني التشكيل يعتبر نوعا ما، انا كنت افضل ثلاثة ارتكاز طبعا، واحمد فتحي في اليمين اكتر عشان اسماعيل الحداد. بس هو ممكن يكون تشكيله نوع من الهجومي، انا النادي الاهلي عايز افرض اسلوبي، والراجل عارف ان في غيابات عندهم كتير، فعايز ده تشكيل بيقول ان انا عايز ارجع بالمكسب، عايز اكسب مش عايز اتعادل كمان، انا ده تشكيل بيقول ان انا عايز ارجع بالمكسب. مظبوط. فهي نوع من المغامره، هل المغامره دي ان شاء الله تنجح وان شاء الله نرجع بالمكسب؟ اه ان شاء الله. وممكن يكون قفشه ليه دور دفاعي النهارده جامد. طبعا قفشه ممكن يرجع كارتكاز ثالث معاهم، وهي في طريقه موسيماني بيبقى اربعه في الحاله الدفاعيه، 4-4-1-1. مظبوط. بيبقى بيضغط المهاجم وبيضغط قفشه من تحت، وبيبقى في اثنين ارتكاز. هو موسيماني بصراحه في الحاله الدفاعيه بيبقى في التزام واضح جدا، سواء مع اجاييه او مع حسين الشحات. النهارده دور اجاييه لو ملتزم مع معلول في الحاله الدفاعيه هيفرق كتير قوي. وحاله ديانج، حاله ديانج طبعا بالذات في وسط الملعب ده كساحه الالغام بتاعتنا، لو في حالتها هتفرق كتير جدا، خاصه ان هو بيزيد قدام وبيجيب اهداف. بدا في ماتش بيراميدز عمل ماتش عالمي وبدا يزيد وحاول وجاب ضربه جزاء تفرق، وصنع فرصه للشحات برضو، تحركات حسين الشحات في الحاله الهجوميه في ظهر يحيى عطيه الله هتفرق كتير جدا، دي حاجه مهمه جدا. في اسئله؟ طيب من وجهه نظرك يا دكتور بالنسبه للارقام دي، هل من متابعتك للوداد هل في حاجه بتتغير الشوط الثاني في ادائهم عن الشوط الاول؟ هم لا، هم يعني بيلعبوا ضغط في وسط الملعب في اغلب المباريات بتاعتهم، ضغط في وسط الملعب، بيحضروا في جبهه وبيعملوا تمرير طولي للحداد من بدايه المباراه. من بدايه المباراه بيحضروا في جبهه عند عبد اللطيف نصير، والمساك اليمين بيعمل تمرير اللي مثلا بينزل ابراهيم النقاش او برده يحيى جبران. النهارده وجوده ورا هيبقى اهم واحد في بناء الهجمه من ورا، لان هو لعيب كورته حلوه اصلا، كورته كويس، فهو الوحيد فيهم اللي كورته حلوه ورا، فهو كل الهجمات هتبقى من يحيى جبران. فلو مروان بيضغط عليه ويمنع ان هو يحضر الهجمه دي هتفرق كتير جدا. دايما بيعتمدوا على التمرير الطول لاسماعيل الحداد، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا هم بيلعبوا زي ما قلت لحضرتك بديع اوك بيخترق. عبد اللطيف نصير على فكره مميز جدا دفاعيا. عبد اللطيف نصير يعني هو مقارب لاحمد فتحي وعنده خبرات والروح بتاعته عاليه، عكس مثلا يحيى عطيه الله هجومي اكتر من عبد اللطيف نصير. يحيى عطيه الله بيلعب ضربات ثابته مميز بالتسديدات، ولكن حسين الشحات مهم جدا ان هو يستغل المساحات اللي وراه. ثغره مهمه جدا، مهم جدا حسين الشحات يستغل المساحات اللي وراه. ومحمد هاني برضو لما احنا بادئين النهارده، محمد هاني بيمر بحاله كويسه في الفتره الاخيره، نتمنى ان هو يستمر على الحاله اللي ماشي بيها في الفتره الاخيره، سواء على لما لعب قلب دفاع او وجوده كباك يمين يقدر يستغل المساحات اللي وراه يحيى عطيه الله، دي حاجه مهمه جدا. اخر نقطه معانا حراسه المرمى. حراسه المرمى اعتقد ان الحارس بتاعه هيبقى فايق او هيبقى في حالته هتفرق كتير جدا. احمد رضا التكناوتي حارس الوداد المغربي نقطه ضعفه الكرات الارضيه، التسديدات حل، واحنا شايفين ان مع موسيماني التسديدات من بره كترت في الفتره الاخيره، مهم قوي حل من الحلول. احمد رضا التكناوتي نقطه ضعفه التسديدات من بره، والكرات العرضيه في الضربات الركنيه شايفين ان هو يعني ضعيف فيها. يمكن الاثنين لعبوا 10 مشاركات شباك نظيفه، الشناوي عنده 5 مباريات من 10 بنسبه 50% من الماتشات اللي لعبها، الثاني 30%، طبعا الشناوي اعلى، استقبلت شباكه اهداف الشناوي 5 بس، التكناوتي 8، معدل الانقاذات في الماتش الواحد 2.6 عند الشناوي، 2.4 عند التكناوتي، يعني الشناوي اعلى في كل حاجه حتى نسبه النجاح في التصديات، 81% لمحمد الشناوي مقابل 73% لاحمد رضا التكناوتي. فالشناوي ان شاء الله ان شاء الله لو في حالته هيريحنا كتير في الكرات العرضيه، ورب يا رب يكون في حالته يعني باذن الله. كل توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا، وشرف ليا التواجد مع حضراتكم، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا دكتور. شكرا. هنطلع تقرير عن الاوراق الرابحه للفريقين، وبعدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار في الاستوديو التحليلي. ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا تشكيل فرقه الوداد. رضا، احمد رضا لحراسه المرمى، وعبد اللطيف نصير ناحيه اليمين، يحيى عطيه الله ناحيه الشمال، واثنين في القلب، يحيى جبران، ابراهيم نجم الدين. وزي ما احنا عارفين يحيى جبران اصلا ده مش مكانه، مكانه قدام في نص الملعب هاف ديفندر. قدامهم ابراهيم النقاش، وليد الكارتي، ايمن لحسوني، والثلاثه اللي قدام اسماعيل حداد، بديع اوك، وجونيور. نقوله مره ثانيه، احمد رضا لحراسه المرمى، عبد اللطيف نصير ناحيه اليمين، يحيى عطيه الله ناحيه الشمال،
اثنين في القلب ابراهيم نجم الدين ويحيى جبران، قدامهم ابراهيم النقاش ووليد الكارتي ايمن الحسوني، وثلاثي الهجومي بديع اوك اسماعيل حداد وجونيور. كابتن شريف من التشكيل واضح ان برضو الجزء الهجومي هو طبعاً القوي، واللي هو تقريبا يعني الاحساس ان النص الهجومي ده مفصول على النص الدفاعي، يعني هو عنده مشاكل في بعد نص الملعب. المجموعه دي كلها اللي هي من اول وليد الكارتي لايمن الحسوني، ده فكرهم كله هجومي، لعبهم كله هجومي، كانك انت بتلعب كانك نصين ملعب، نص هجومي ونص دفاعي، والدفاعي كمان عليه قلق. يعني يحيى جبران ما بيلعبش في مكانه النهارده، واول مره يلعب هو وابراهيم نجم الدين ورا. هو كان ارتكاز يحيى بالظبط، يحيى جبران بالزبط. هو حب يستعين وابراهيم النقاش اللي بيلعب ارتكاز النهارده، ده اكبر واحد في الفرقه، ده 38 سنه يلعب لوحده في الحته دي. هو حب يعمل حاله طمانينه شويه للمكان اللي هو بيحس انه عنده ثغره شويه فيه او اهتزاز، او في كل الفرق اللي لعبوا ضده وكانوا من حته العمق دي بيحرزوا هدف على طول. حتى في الضربات الثابته الناس بتطلع لوحدها، مفيش مسانده، مفيش اي حاجه. فهو بيامل ان يكون يحيى جبران عنده من الطمانينه للخط ده كله، من الكوره يستلم كوره يقدر يطلعها على الاطراف يمين شمال، بيستعين بيه من المكان اللي كان بيديله طمانينه اصلا، اللي هو نقطه الارتكاز اللي كان بيلعب فيها. الراجل ابراهيم النقاش ده 38 سنه، ان هو بيحطه في الموقف ده اكيد عنده تقصير في بعض اللاعبين او في المركز ده، يعني هو حاسس ان فيه يعني مش قادر غير انه عشان تروح لابراهيم النقاش. هو كان لعيب اساسي، هو اصلا لعيب، هو لعيب كبير ولعيب مهم، خلي بالك بيديهم دفع في المباريات الكبيره. لا لعيب زي وليد سنان كده عندنا مع فرق بس الأماكن. في الحته دي يا كابتن علي انت عايز واحد عنده الجانب البدني عالي جدا. مش انا اسف طبعا نقطع كلام كابتن شريف، بس هو ممكن يكون لعيب كبير عنده خبرات يعوض لك كم جاريه، هو ممكن يبقى يدي لك وظيفه لوقت معين، مش ماتشات كتير متتاليه، ممكن في وظيفه المباراه في الحته دي. و ممكن يكون بيلعب عليه ان هو يطلع له الكره سليمه اكتر، يعني هو زي ما قال ايمن بيعتمد اصلا على شكل نص الملعب والشكل الهجومي بتاعه، مسلسلات والعرضيات اللي بتحصل. انا عايز اقول لك ان هي مواجهه متوازنه، يعني هو الكوتشات الاثنين شايفين بعض كويس قوي، فان موسيماني يحط الفكر بتاعه ان هو عايز يضغط عليه من الاول وما يدلوش مساحات ويبقى مشاركه في كل حاجه، الحقيقه هي هتبقى مباراه بين نص ملعب ونص ملعب، مين اللي بيسيطر، مفيش ميز باص كتير قوي، اللي هينجح يعمل كونتر اتاك سريع واللي هيتناول الضغط على الفريق اللي هيلعب عليه. فانت تحركاتك انت كنادي اهلي وتحركات الفرقه دي كل واحد عارف خلاص فين الفراغات. يمكن محمد وعلاء وعادل قالوا ان في راجل بيطلع ناحيه اليمين ده هتلاقي الفاضي وراه كله، فلازم بحسين الشحات عندنا ماشي بيفكر بالشكل ده، الكوتش بيفكر بالشكل ده، تحركات اللعيب عندك مروان محسن في العقد مش هيفضل ماسك وسط يحيى جبران وابراهيم نجم الدين، لا ده لازم يبقى عنده سويتشات يمين شمال مع تعويضات انه اجاي جاي من الناحيه الثانيه بيخش يملى الحته دي اللي هي على غرار الراجل بتاعهم. انت بتتكلم على ماتش مفتوح بقى. انا على ما هو خلاص بقى ده الماتش ده علاجه كله هدف، اذا كان هنا او هنا هيغير الخطط كلها بالنسبه للاثنين كوتشات. يعني انا النهارده بلعب بالشكل ده وبامل ان لعيبتي تبقى واقفه على رجليها حاله بدنيه ومفيش ميز باص وبطلع بخطوطي كويس قوي حتى لغايه نص ملعبي، يعني لغايه واتعامل مع الفريق اللي قدامي اشوف ايه الدنيا فيها ايه، وخاصه انا 10 دقائق انا هتبقى لي السيطره انا كفرقه الوداد ولا فريق النادي الاهلي اللي هيمتص بكل هدوء الكوره. وانت عارف السوليه طبيعه شغله عامل ازاي، ديانج عامل ازاي، ما اقدرش انا ادي اي شكل لديانج امتى هياخدها ويروح، امتى سولية هو اللي هيعمل الحاله التبادليه ويروح مكانه وهو ينزل يعمل الشكل التغطيه بتاعته او الارتياحيه بتاعته. قفشه انتوا بتاملوا ان قفشه يكون عنده شكل برضه دفاعي شويه، امتى هيبقى هو مهاجم اكتر او دفاعي؟ حسين الشحات هيعمل المنطقه اللي ناحيه اليمين دي وهيخلي محمد هاني يطلع ويعمل له سبورت وينزل يساعده دفاع هجوم، كل ده بيبان من شكل الوداد بيني وبينك اول خمس دقايق هيبقى بيعمل ايه؟ بيشتغل ازاي؟ هيخش لي منين؟ بص هلاقي لعيبتي اللي واقف على رجليها ممكن بيمتصوا كل ده بهدوء وبيلعبوا الكوره بتاعتهم عادي. بمناسبه الكلام عن الوداد والهجمات بيبداها ازاي؟ هو مثلا من ناحيه اليمين هو عامل 84 هجمه، من نص الملعب عامل 79، ده بناء الهجمات مع تسديد. ايمن على حسب بيلعب مين كمان. ما طبعا بس انا بقول لك اما لعب مع صن داونز كده ما قدرش يعمل اي حاجه وتعادل واتغلب في صن داونز. والجبهه اليسرى فرقه جامده بتفرق معاك كتير قوي. انا مش
مش هحسب لك الاحصائيات دي اللي انت بتقولها لي على فرق احنا عدينا فيها باربع تجوان هنا. لا هو ده هو ده احصائياته بصفه عامه. كسبناها 13 هو احصائيات عليه هو احصائيات هو عليه هو الارقام اللي هو بيأديها بشكل بصفة كويس عامة بصفة عامة انا فاهم انا اقدر اعمل كده بس انت ما تلعب فرقة كبيرة قدام فرقة كبيرة هنا بتبقى الوضع مختلف هنا بيبقى الشكل اللي علاء قال لك وليه لا ليه ما لعبش مهاجم عليه ولا كلمة برضو ايه خدت بالك ليه لا معها يعني ليه انا ما اطمعش انا النهاردة انا واحد بيسألني من الناس بيقول لك انا حاسس ان الاهلي ممكن يرجع كسبان 2-1 لو في حالة طبيعية بتاعت اللعيب لو ادارة المباراة طلعت بشكل زي ما موسيماني ده على شكل احترافي كبير قوي عارف الثلاث فرق ايوه عارف سان داونز كان ايه وعارف الوداد ايه وعارف الاهلي شكله ايه ودول كانوا اقوى ثلاثه يا محمد في المجموعه كلها مش شايفين حد تاني احنا الحقيقه ومعاهم طبعا نادي الزمالك ومعاهم الرجاء اللي وصلوا يعني بس دول كانوا البشائر اللي احنا بنتفرج عليها دول اللي عندهم كوره تقدر تهدد في اي وقت تقدر تعمل اهداف وتقدر تترجم تقدر تراهن عليهم فانا شايف ان هي مواجهه متوازنه لا يحسمها الا شكل التهديف بصراحه باذن الله وده اللي هيغير التوفيق طبعا من عند ربنا وبعد نص ساعه بعد ربع ساعه الدنيا كلها بتتغير يعني كابتن علاء برؤيتك الفنيه تشكيل فرقتين عايز اعرف فلسفه الاثنين مدربين النهارده بالنسبه للمباراه واستراتيجيته فلسفه مستر موسيماني واضحه عايز يستحوذ على نص الملعب عايز يستحوذ على الكوره مش عايز ياخد خضه العشر دقايق والربع ساعه دي اللي هي كل فريق بتطمع فيها عدم وجود الجماهير زي ما بقول لك هيريحه تماما هو عايز هو اللي يبدا مش عايز يبقى هو الفاعل مش رد الفعل عشان كده النهارده ما غيرش في التشكيل خالص لكن زي ما اتفقنا كلنا هي التغيير في الواجبات في الالتزام كل مدير فني ايمن بيعمل استراتيجيه بيعمل الانسب ناس للمباراه لكن هي في حاجه مهمه مدى توفيق لعيبتك النهارده انت لعيبتك النهارده حالتها ايه دي مش بتاعتك يعني انت مدير فني ممكن تعمل كل حاجه طول الاسبوع وتشغل هايل ودارس الفرقه الثانيه كويس قوي وعامل خطه لعب مناسبه جدا وخلاص بس بتتمنى حاجه ان لعيبتك تبقى في يومها أيوة. دايما دي حاجه اي مدير فني بيتمناها تشتغل كل حاجه بس يا النهارده بتمنى اقول ان شاء الله لعيبتي تبقى في يومها دي مع الشغل بتاع الاسبوع اللي انت عامله مع الحاله البدنيه الممتازه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي كلها ودي تحسب لعيبه النادي الاهلي مفيش اي النهارده قلق من الحاله البدنيه هو ده اللي انت عايزه النهارده فنيا لا انا شايف ان في فنيا في كام لعيبه في الارض فنياتهم عاليه جدا لو في مستواهم الطبيعي مفيش مشكله مع الوداد خالص كويس هي دي ده اللي بيفكر فيه مستر موسيماني اتفضل كويس يعني ممكن يضغط على الوداد من نص ملعبه مش هيضغط بدايه المباراه مش هيضغط مش هيروح ابن قدام مش هيضغط ضغط عالي هيستنى يبقى مروان على دايره السنتر ويبقى نفس التشكيله بتاعتك يبقى الثلاثه موجودين والثلاثه لا انا اقصد من بدايه المباراه هل ممكن يفاجئنا بان هو يضغط عليهم على حسب ليه لا ممكن يبدا اول 10 هو ده هو اللي ضاغط ويضغطوا ضغط عالي كمان وبعدين يبدا يرجع بطريقته اللي هو مدرب عليها لعيبته لكن هي في الاول كده ايه اللي هو انا طمعان فيك طمعان فيك بص يا ايمن هو كل مدير فني بيلعب على تفكير التاني وكل مدير فني بيحاول ما اعرفش التاني عايز ايه من المباراه هو النهارده ممكن اول 10 دقايق يروح بادئ ضغط من قدام ضغط عالي جدا 10 دقايق بس وبعدين يبدا يرجع يلعب الطريقه اللي هم اللعيبه معتاده عليها ان هو يبقى مروان وتحتيه ثلاثه وتحتيه ثلاثه اللي هو هيبقى محمد مجدي غالبا هيبقى عند ابراهيم النقاشي اللي كان بيتكلم عليه شريف اللي هو بيلعب بالظبط يعني بيلعب واحد مدافع قدام الاربعه يعني 4-1-4-1 الشكل اللي بيلعب بيه الوداد ده ايمن هو قلقان منك ومش مطمن على فكره خالص الراجل قلقان في حاجه واحده بس ان معظم عنده غيابات كتيره جدا والناس حتى الاثنين المساكين بيلعبوا ورا ما لعبوش جنب بعض فدي حاجه في صالحك يعني لو النهارده شفت المباراه نسبه وتناسب انت نسبك انت اعلى انت فريقك مستقر فريقك متجانس تماما هو على الجانب الاخر عنده غيابات مأثره فيه ويمكن يكون النهارده لاعب ابراهيم النقاز ما كان عادل بيقول ان هو لعيب اساسي ولعيب مهم في الفريق لكن لعبه في المكان ده على اساس استغل خبراته وقلقان من لعيبه النادي الاهلي هو قلقان من محمد مجدي قلقان من التحركات الجديده على فكره بين قوسين اللي بيعملها اجايه وبيعملها حسين الشحات ان هو مش على الخطوط ان هو بيخش لجوه بيعملوا قلق لاي اثنين مساكين على الاطراف هيروحوا فين وبيسيب الاماكن لعلي معلول ومحمد هاني لك عايز ايه قول لي لا مش عارف. لا 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 مفيش حاجه فاهمني بس فهو ده القلق هو النهارده اكيد الوداد قلقان من النادي الاهلي هو مش عايز يستقبل هدف النهارده في الوداد اللي بالنسبه له هتبقى الامور صعبه جدا في مباراه العوده عشان كده بقول لك هو كل مدير فني عامل حساب التاني لكن في الاخر الشكل او شكل الاداء لعيبه النادي الاهلي او لعيبه الوداد المغربي في الملعب ازاي محمد الكابتن علاء تطرق نقطه مهمه جدا حته الغيابات الكتير اللي في فريق الوداد النهارده
والبدلاء اللي حلوا محلهم، هل ممكن يستغل النادي الاهلي النقطه دي كويس قوي؟ بص، المناسبات الكبيره والمباريات الكبيره دي ممكن يعني ربنا ترتيب رباني بيبقى يا اما مثلا اصابات يا اما طرد في الاول يا اما يعني في حاجات غير متوقعه، اوقات ربنا بيسبب الاسباب عشان فريق يبقى ليدنج على فرقه او يبقى هو واخد الايه اليد العليا زي ما بنقول يعني. فممكن وارد جدا يكون، خلي بالك احنا برضو عندنا غيابات، يعني خلينا برضو ايه احنا ما نتكلمش على غيابات الوداد بس، الوداد عندها غيابات واحنا عندنا غيابات عند بس هم غياباتهم مؤثره جدا مظبوط، لكن انت برضو عندك يعني كهربا غيابات، عندك مثلا اصابه رامي متولي ورامي ربيع محمود متولي ورامي، عندك برضو دي تعتبر نقطه برضو مقلقه في حاله ايمن اشرف او ياسر ابراهيم او كده. بس انت عندك حاجه، انت عندك البديل في نفس المكان، هو لاعب في الفرقه، هو لاعب مثلا واحد مزبوط. من نص الملعب حط ورا مظبوط، ممكن دي تكون سبب ممكن تكون سبب ترتيب رباني ان ما يبقاش في احسن حالاته. ودايما النهائيات او المباريات الكبيره او السيمي فاينل زي المباريات دي ممكن حاجات ادوار او حاجات تحصل خارج ارادتك ومفاجاه تلعب دور كبير جدا في انها تبقى يعني تحسم النتيجه زي ما بنقول يعني. فانا بتمنى طبعا، وهي دي كره القدم، اوقات بيتصاب منك واحد قبل المباراه بيوم، طرد مثلا في اول 10 دقائق، حاجات كتيره بتحصل ليك او عليك بتدي الميزه يعني، فاهم قصدي؟ فنتمنى ان احنا نستغل النقص او تغيير المراكز اللي حصل في فريق الوداد، ولكن ما نعولش عليه يعني. انا مش عايز اللعيبه برضو تبقى واخده ثقه قوي ان فلان الفلاني ده، لان برضو هم لعيبه عندهم خبرات، وزي ما قلنا يحيى جبران ده لعيب يعني لعيب كويس، ولعيب كون انه بيشترك في مكان مش مكانه، بس اكيد عنده الخبره في الوقفه، اكيد هيستفيدوا بيه في بدايه الهجمه وفي الزياده العدديه، فدي مهمه جدا برضو حته ان يعني ما نستهترش، او زي ما بقول ما نديش الموضوع اكبر من حجمه. عنده غيابات نستغلها احنا بقى فعليا جوه الملعب في 90 دقيقه. في نقطه كمان كنت عايز اقول عليها ودي مهمه جدا، ان المباراه دي ممكن احنا اتكلمنا على بدايتنا ازاي، نبتدي باثنين ولا نبتدي بثلاثه وكان في اراء مختلفه وكده. انا المهم عندي بقى ازاي تنهي المباراه. يعني انا ممكن ابتدي غلط بس ازاي انهي صح. يعني خلاص هيبقى مر مثلا عندي 60 دقيقة 55 60 65 لازم بعد الفترة دي لازم تعرف بقى انت هتنهي الايه؟ هتنهي المباراة ازاي؟ دي مهمة جدا جدا جدا، نهاية المباراة وان انت تنهي صح اهم من ان انا ابتدي صح. انا عندي لو بديت بفكر معين ولقيتهوش شغال وما لقيتهوش ماشي معايا، يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم انهي المباراة صح بالتشكيل والطريقة والاسلوب الصح بقى. بعد ما شفت 60 دقيقة شفت الفرقة دي ايه وشفت شغالين ازاي ومين فايق فيهم ومين مش فايق فيهم ومين عندنا في اليوم بتاعه في ومين عندنا مش في اليوم بتاعه، وابدأ اتعامل مع الواقع. لان خلي بالك برضو، خلينا نعذر موسيماني في حتة، ممكن يبقى حاطط توقعاته على لعيبة ومتوفقش يعني، فاهم قصدي؟ ممكن يختار لاعب، ممكن يبقى بادئ هو في دماغه ويبتدي بحد وما يوفقش يعني، فاهم قصدي؟ كابتن عادل، احيانا بيكون البديل عنده الدوافع اقوى حتى وان كانت امكانياته مش تناسب، ما بتناسبش المركز دوت اللي هو فيه، او العكس هو اللي ممكن يحصل تماما. ازاي النادي الاهلي يستغل النقطه دي؟ لا، هو ترتيب المباراه يعني، هاخد من كلام كابتن يوسف، هو ده الترتيب يعني الخطه البديله كويس. او ان انا يبقى عندي سيناريوهات دي، لو انا الامور ماشيه 0-0 هغير امتى؟ ما في ناس ماشيه 0-0 يقول لك انا ما غيرش، مع ان ممكن يكون عنده مشاكل جوه الملعب بس يقول لك انا ما غيرش وهي 0-0. وممكن انت بتتكلم على فريق الوداد ولا فريق النادي الاهلي؟ لا، بتكلم على فريق الاهلي. على النادي الاهلي. انا بتكلم ان انت البدائل بتاعتك هتستخدمها على حسب الطريقه، على حسب النتيجه. كويس. ما هو انا برده النهارده ممكن ابقى ماشي شغال كويس جدا هجوميا وخسران، بس اكمل هجوميا ممكن مش محتاج حد من بره، والعكس ممكن تبقى متعادل ومحتاج حد يزود لك الحته الدفاعيه. فانا شايف ان مجريات المباراه النتيجه الاول ومجريات المباراه، يعني ممكن اوصل لغايه الدقيقه 60 65 انا مش عارف انا اعدي نص الملعب او في ضغط عليا كويس، لازم محتاج اغير. ده مش معناه ان افضل مكمل بنفس الناس. طب ولو النتيجه فضلت 0-0 لصالح؟ لا، على حسب بقى شكل المباراه جوه الملعب. انت جوه الملعب قادر، عندك متنفس من الاجنحه، هتبقى تسيبهم. ما عندكش متنفس من الاجنحه ومحتاج حد يزود حد في نص الملعب، دي برده نقطه ثانيه. هو
محدش مستحيل زي ما اتفقنا التحليل جميل، احنا قدامنا ورق وبنقعد نتكلم، لكن انت وانت احساسك جوه الملعب احساس مختلف. صحيح. انت شايف ايه جوه الملعب؟ حاله اللعيبه عندك ايه؟ انت ممكن تشوف حاجه، شايف حاجه انت مش احنا مش شايفينها. هو طبعا الكلام بيتفق بنسبه 90%، يبقى في اتفاق بنسبه 90%، ولكن في حاجات تانية بتاعت المدرب هو خلاص على المسرح وشايف كل حاجه. أيوة. فانا شايف ان التغييرات او ان انت بتفكر في حاجه تانية دي مش معادها دلوقتي، معادها بين شوطين، معادها ان انا بدات يعني زي ما كابتن يوسف قال بدات غلط، محتاج اعدل، محتاج اعدل بتغييره، محتاج اعدل بتغيير طريقه اللعب جوه الملعب. هي دي الحاجات انت بتشوفها، وخد بالك هو المدرب موجود عشان دي. صحيح. ما قبل المباراه اه طبعا دور المدرب وان هو بيحضر كويس، ولكن اللي بيفرق مدرب عن مدرب هو ده جوه 90 دقيقه. مزبوط. في واحد بياخد اللقطه بتاعته في اقل من دقيقه بيشوف حاجه غلط حصلت فبدقيقه بيغيرها، واحد يستنى بين شوطين يكون دخل فيه جولين. مزبوط. واحد يستنى يقول لك اخر ربع ساعه يكون الماتش هرب منه. صحيح. فدي قدرات المدربين، هي بتبان ما بعد انت عملت ايه هتعمل ايه بعد كده. لكن كلنا اي حد يقدر يدرب ويقدر يبني ايه، يقدر يبني فرقه ويقدر يعمل كل حاجه، بس هتعرف تديرها ازاي. هو ده يعني المفروض يجي خلال المباراه. فاعتقد جوه المباراه هو اللي يحدد لك انت محتاج مين. ولكن طبعا محتاج وليد سليمان دفاعيا هجوميا، محتاج وليد سليمان المباراه محتاجاه، محتاج احمد فتحي في وقت من الاوقات، محتاج حمدي فتحي في وقت من الاوقات. اعتقد هم دول الثلاثه اللي ممكن تحتاجهم النهارده اكتر. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي مباراه اليوم، وهنروح لفاصل ونرجع نتواصل مره اخرى بعد نهايه الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا.